السلام عليكم. كان نعتذر على الشيء اللي وقع. كان عندي مشكل في البيت، كان الريزو ضعيف، فلهذا كان استسمح على التأخر. تحياتي كل الشرفاء، لكل الناس اللي التحقوا بهذا اللايف هذا. كنتمنى انه اللي كيشوف هذا اللايف يعمل يبارطاجي شي شوية، اذا كان ممكن بارطاجيو من اجل باش نهضروا على الموضوع اللي اخترته هو واللي عملته في كخبر، وداك الشيء على اساس انه غيدير هذا المباشر هذا، انه غيكون الهضره على المسيره ديال البارح اللي هي المسيره ديال الحراك الشعبي الريفي في الشتات في مدريد بالخصوص، واللي كانت المشاركه ديال جميع الشرفاء جاو من كاين اللي جاو من الدولة الإسبانية، من جميع الأماكن ديال الدولة الإسبانية، بالإضافة للناس اللي جاو من أوروبا، من بلجيك، من هولندا، ألمانيا. المهم كانت المشاركة، كانت واحد المشاركة رائعة. إذا هنايا غادي نهضر على هاد المسيرة هذه، وبالإضافة للموضوع كي أصبح كيفرض راسو علينا أننا خص ضروري نهضروا عليه، ولو هضرت عليه في مناسبات أخرى. كي نتمنى أنه يكون المشاركة، غنخلي واحد الوقت من أجل باش نهضر في هذا المواضيع هادو بجوج، يكون المشاركة أكبر عدد ممكن من الناس اللي يقدروا يسمعوا هذا المباشر. إذا غادي نخليكم نستمروا في الأغنية اللي كنا كنسمعوا، هي من بعض الأغاني اللي كتستحق الاستماع. المهم كما قلت المواضيع هما جوج، غادي يكون الهضرة على مدريد، المسيرة اللي وقعت البارح 28، بالإضافة لفرانكفورت غيكون لقاء. هذا اللقاء هذا اللي أصبح بدا بشكل يعني كاين إلحاح على الموضوع، وداك الشيء غادي نقول رأيي فيه، وغادي نقول كيفاش كنشوف المسألة ديال المشاركة في هذا النهار ديال فرانكفورت، في حالة إذا كان الإنسان زعما عنده استعداد. بارتاجيو الخوت اللي يقدر يبارتاجي، المهم يساهم. هو في الحقيقة الأهمية ديال المشاركة عندها دور كبير من أجل باش الواحد يتواصل مع بعضه. كنشوف المسألة ديال الحراك كتحتاج الناس يشاركوا. كنتمنى زعما يساهموا الخوت اللي يقدروا يساهموا من اجل باش تكون المشاركه. وغادي نحاول نبدا في الموضوع اللي هضرنا عليه في المناسبه اللي فاتت، هو المشاركه ديال الاحرار والحرائر في المسيره ديال مدريد اللي كانت البارح. كنعتبرها من المسيرات اللي كانت في المستوى اللي جاوبت على المرحله، رغم كل ما يمكن يتقال وكل الملاحظات ولا المشاكل اللي كاينه ما بين النشطاء. كنعتبرها هي مساله طبيعيه في جميع الحركات، كاين هذا الوضع هذا في جميع المناطق الدنيا، ماشي شي حاجه غريبه انه النشطاء يكون بيناتهم خلافات، ولكن ديك الخلافات خصهم يحاولوا يبحثوا على المخرج
من ذاك الخلافات ومن ذاك كثر من الخلافات، من واحد الناحية كتكون تشويش كثر منه خلافات، لأن الخلافة مسألة تقريبا طبيعية، ولكن اللي كيبقى ماشي مزيان هو التشويش، أنه اتهامات إلى آخره، كل واحد كيحمل المسؤولية للآخر انطلاقا من ماشي من ما هو موضوعي بقدر ما هو ذاتي، بعض الخطرات ديال الأفراد أكثر منه ديال المجموعات ولا ديال الطروحات. إذا من هنا كنشوف إذا كان ممكن أننا أن يكون المشاكل حول بنادم يتعاطى لهم بالعقل ماشي بالأعصاب والتعصب وواحد الطريقة ديال اللي ما كتخدمناش، اللي هي الحراك ما كينتظرش منها شي، كينتظر شي حاجة كبيرة. اللهم إذا كان بنادم كيعمل لشي جهة في الخفاء، أما أنا لحدود الساعة كيبان لي أنه الشيء اللي كاين والناس اللي كتشارك، لا سواء لا كان كتشارك بشكل مباشر ولا غير مباشر ولا عندها انتقادات، كتبقى مسألة مقبولة. اللي كيبقى ماشي مقبول هو أنه بنادم إذا كان عنده شي أهداف أخرى واللي كيخدم شي مصلحات شي جهة أخرى اللي هي الطرف الآخر، اللي نقدر نقول الأعداء ديال القضية الريفية، القضية ديال الحراك، القضية ديال الشعب الريفي. من هنا كيبان لي أنه المسألة ديال الحراك والتطور ديالو مسألة راهنة بالمشاركة ديالنا، ومع ذلك شي كنقول أنه كان ضرورة أن الواحد يحاول يشاركنا، نشاركوا بعضنا، لأن ما كنشاركوش بعضنا. بعض الخطرات عندنا عودا ما نشاركوا بعضنا كنحاولوا كيفاش نظهروا على الآخر أضعف مني، وهذا المشكلة، هذا هي حالة اللي كيمتاز الامتيازات ديال الناس اللي بعض الخطرات نقدر نقولوا عندها تقصير في التفكير، ما عندهاش تفكير ديال البناء، عندها تفكير ديال الهدم. ومن هنا كيبقى بعض الخطرات حتى عودا ما نساهموا مع بعضنا وما نقدروا نخلقوا افكار ولا نطرحوا افكار، كنطرحوا افكار ولكن من اجل كيفاش يتم بنادم يعجز وما يقومش بالمهام ديالو اللي كينتظرها الشعب ديالو منه ولا اي حد. معناه اللي كنشوفوا شي مبادرة عودا ما نساهموا فيها كنحاولوا نضعفوها، نقزموها، ننتقدوها. ومن هنا كيجي الفكرة ديال أنه الحراك في الشتات ما رقاش باش يكون انحراك بالشكل اللي كان في الحسيمة. الحسيمة ملي كنقول الحسيمة المنطقة ديال الحسيمة بشكل عام، والريف بشكل أكثر منه المدينة ولا الإقليم، الريف كوطن بالنسبة لي. إذا هذا المشروع هذا اللي من اجل باش نخدموه، وديك الشيء خاص يكون بنادم عنده كما يقولوا عنده يكون قلبه كبير، ما نكونوش ضعاف في التفكير ديالنا وفي الممارسات ديالنا الضيقه اللي ما كتخدمش المصلحه ديال الشعب الريفي ولا المنطقه ولا القيم اللي كنهضروا منها، اللي هي القيم من اجل الحريه، الكرامه، العداله الاجتماعيه والمساواه الى اخره، من الشعارات. هذه شعارات كنرفعوها، ولكن بعض الفترات كيف كنرفعوها وما كنعملوش بها، كنتمنى اننا نبداو نعملوا بها. من هنا دائما كنأكد انه اذا كنا زعما بالفعل اننا باغيين نبنيو، رغم انني نكون كنختلف مع الاخر، خصني نساهم معاه، لان صافي ما كاين الحوجات اللي زعما ماشي ضروري بنادم يوقفها، بحال اللي كيقولوا دير هاك الشوط في الرويضه ولا في العجله. الواحد يحاول يساهم على اساس انه نرقاو نمشيو لقدام، لان الزمن ما كيرحمش، الوقت كيطلب منا اننا نتحركوا، نبقاو شي وما نرجعوش للور، كاينش العوده للوراء. ملي كنقولوا ما كاينش العوده للوراء، معناه ما نقلبش وكنت ماشي في واحد الاتجاه ونقلب وبدا ماشي في الاتجاه المعاكس. يمكن بنادم يوقف شي شويه يتامل، لان كاين صعوبات، ويستمر، ولكن يبقى الاتجاه هو نفسه، ماشي انه انسان
حتى يصطدم بشي حاجه، اذا كان غيشوف راسو غيصطدم يوقف شويه يتامل عاود ينطلق من جديد. هذا هو التفكير اللي كنعتبره انا التفكير ديال الانسان اللي راقي، انسان اللي اللي مطلوب منه انه يبني البناء ماشي التهديم. هذا كنقولوا فيما يخص المساله ديال المسيره ديال البارح. كنهضر على المسيره ديال البارح لان المسيره ديال البارح كانت في نهايه المطاف. اذا ما كنتش متفق معها بحالات، اذا ما كنتش متفق معها ونجحت، خاص الواحد يعمل واحد التقييم ويقول في نهايه المطاف انه المسيره نجحت. لمن نجحت؟ ماشي الناس اللي دعوا للتظاهره، نجحت الجماهير الشعبيه، نجحتها الجماهير، جات الجماهير التحمت على واحد القضيه. القضيه هي الريف، القضيه هو المعتقلين ديالنا، كيفاش نقدروا نحقوا الحريه ديال المعتقلين، كيفاش يقدر يستمر الحراك ويستمر بالنضالات ديالو. النضالات ديالو ماشي هي كتطور، حتى شي واحد ما عنده المفتاح السحري من اجل باش يقول باللي هذا الحركه او هذا الحراك هذا غيتطور او لا غادي يستمر غير بالافكار ديالي. خصنا نجمعوا كل شيء يعمل يساهم على اساس ان نجمعوا الافكار ديالنا. وانا كنظن من خلال معناه الاجتهاد الجماعي ديالنا غنقدروا نمشيو بعيد. ولكن اذا كنا عندنا هذا التفكير هذا القصير الضعيف اللي ما كيعتمدش على المساهمه ديال الاخر، كيعتمد غير على نفسه، كيعرفسو يبين انه غير هو الوحيد اللي عنده القدره على انه يدعي للناس، يعمل التظاهرات الى اخره. اذا هذه المسائل هذه انا كنشوفها بعض الخطرات اللي هي تخدم المصالح ديال العدو اللي هو المخزن. انا بالنسبه لي المخزن هو عدو، ما يمكنش التعامل معه نهائيا، لان ما كيرقاش باش يكون كيحكم، لان الحكم ديالو هو حكم مبني على الترهيب، مبني على القتل، مبني على الاستبداد، مبني على اساليب ديال كيفاش يركعوا له الناس. وحنايا في هذا الوقت هذا كيبان واضح اننا خلينا واضح للمخزن، ماشي اليوم عاد، وعن طريق الاجداد ديالنا، عن طريق التاريخ غادي نشوفوا انه الحراك ماشي اليوم عاد غيطرح الشعب الريفي قضيته مع هذا العدو اللي هو المخزن، اللي ما باغيش يتفهم انه حنايا ناس اللي من حقنا نفكروا في المستقبل ديالنا. هذا هو الهدف ديال الحراك. الحراك الهدف ديالو هي كيفاش يوصل لمستوى انه يعمل واحد المجهود من اجل باش يلبي ذاك المطالب اللي كانوا كيطلبوا الجماهير كيطلبوها في الساحات. هنا غادي نقول بعض الحالات انه المسيرات ممكن تكون ايجابيه، ولكن ديما مع تطوير ديال الامكانيات اللي عندنا. تطور ديال الامكانيات اللي عندنا ما تبقاش مختصره غير على المسيرات، تطور من المسيرات الى الاساليب اخرى. قلتها في مناسبه من واحد المجموعه، كنشوف حتى بعض الناس اللي كيعملوا اللايف بداو كيدركوا انه المساله ديال غير المسيرات ماشي كافيه، وبداو كيهضروا على انه دار خطوات اخرى، دار عمل اخر. وهذا كيبان لي انه واحد النوع من التجاوب مع بعضنا، اننا ادركنا اننا نعملوا او لا نقتنعوا نعملوا بطرق اخرى جديده، اللي هي في نفس الوقت كتصب في التواصل مع الاخر. وهذا الاخر هذا ماشي غير حنا مع بعضنا، الاخر كما قلتها بعده مناسبات انه التواصل ديالنا مع الساكنه ديال الدول اللي كنتواجدوا فيها في اوروبا بشكل عام، ولا حتى في شي اماكن اخرى اللي ممكن يكونوا النشطاء كيعملوا بحال في الولايات المتحده ولا امريكا اللاتينيه ولا في اي بقعه ديال الارض في الدنيا. الحراك خص التعريف به، خص التجاوب او لا خص التعامل مع السكان الاصليين ذاك المنطقه، ذاك البلاد، ذاك القريه ولا ذاك المدينه. المهم هو اننا نقلوا الموضوع ديالنا من ساحات الاحتجاجات الى الجامعات،
الجامعات الخوت، الجامعات اساسيه في هذه المساله هذه ديال التعريف بالريف والتعريف بالقضيه ديال الريف والقضيه ديال المعتقلين. الطلبه عندهم كل الوقت من اجل باش يستمعوا، ولكن اللي خص هو يقوم الوحيد بالمبادرات. في الجامعات في اوروبا كامل انا كنشوف دابا حنا في واحد التاريخ اللي هو مهم بزاف، قبل ما يقربوا الامتحانات يحاول الوحيد يعمل يتواجد في الجامعات عن طريق الطلبه وعن طريق الشباب ديالنا اللي موجودين في الجامعات، يطلب القاعات المراكز ولا الشيء اللي عندهم في الجامعات. كل جامعه وكل دوله عندهم الطرق اللي كيعملوا بها داخل الجامعات، على اساس اننا نتواصلوا مع الاساتذه الجامعيا، مع الطلبه الباحثين، مع الناس اللي مهتمين في جميع الشعب، ماشي غير في واحد تخصص. في جميع التخصصات الناس عندها الاهتمامات بالقضايا الشعوب، وديما كاين امكانيه مع الطلبه اكثر من مع السكان بشكل عام. وفي نفس الوقت يعمل الواحد مع الجمعيات، يحاول يعمل يطلب القاعات ديال المراكز الثقافيه في المدن والقرى اللي كيسكنوا فيها. هذا العمل هذا اللي كنقولوا ماشي ضروري كيحتاج اننا يكون عندنا واحد الستركتوره، واحد 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 الهيكله، واحد الهيكله بالشكل اللي من بعد غادي نهضر عليها ديال المساله ديال اللقاء اللي غيدار في فرانكفورت، فيه التفكير ديال كيفاش يتهيكل الحراك. ولكن دابا حاليا كنشوفوا ان المساله ديال الانشطه ديالنا اللي خصها تكون عندها اشعاع مع الجماهير، مع الناس، مع اللي غادي يقدروا يدعمونا، اللي غادي يقدروا يساهموا معنا، اللي يقدروا يطالبوا بالحكومات ديالهم عن طريق الكتابات، عن طريق المشاركه ديالهم في برامج الراديو، عن طريق كل المرافق. خصها يوصل لها الصوت ديالنا، يوصل القضيه بحال اللي وصلت القضايا ديال الشعوب اخرى. التجربه ديال واحد المجموعه، بلا ما نرجع نكرر بعض القضايا، بعض الشعوب اللي طرحها القضايا ديالها من اجل التضامن معها وداك الشيء، كيطرحوها لهاد الناس هادو اللي قادرين يكتبوا، قادرين يفعلوا في داخل المجتمع اللي هما منه. اذا المساله ديال الحراك والانشطه ديالو كما قلت خصها تتنوع، خصها تتنوع، كما خص دخول لشي مجالات اخرى بحال المجالات الفنيه، الفنيه محضه، معناها الفنيه لان الفن ماشي من اجل التحريض، الفن من اجل التعبير على عندنا واحد المجموعه ديال الشباب ديالنا وديال النشطاء ديالنا داخل الحراك، وخاصه في المنطقه في الريف وداك الشيء، كاين عندنا قدرات، عندنا طاقات اللي كتعمل في مجالات متعدده، ماشي غير في مجال الاغنيه، لان بعض الخطرات كنشوف انا التركيز غير على الاغنيه، كان الاغنيه هي الوحيده اللي ممكن تعبر على الماساه او على المهم. طبيعه الحال انه واحد مجموعه الناس كيسمعوا الاغنيه، والاغنيه فيها الكلمه، والكلمه كتوصل للناس عن طريق الالات الموسيقيه الى اخره، كيكون سهوله في التعامل ديال الجماهير مع الاغنيه. ولكن كاين مجالات اخرى، كاين مجالات بحال مثلا الفنون التشكيليه، والفنون التشكيليه بعض الناس كيشوفوها بواحد الطريقه اللي هي تقليديه، كانه غادي يعمل واحد اللوحه، واحد الشكل هذا، واحد الرسم بالشكل ديالو التقليدي. لا، كاين طرق تعبيريه رائعه دابا في هذا المجال هذا، اللي ممكن الناس اللي كيتعطوا للفن التشكيلي كيعرفوا انه كاين ظهرت، كاين ظواهر في المجال الفنون التشكيليه، خص غير تعطى لهم الامكانيه انهم يعبروا على هذا الشيء هذا. اذا واحد مجموعه الفنانه كاينين عندنا على ارض الواقع في البلاد، في الريف. فني كنقول الريف ماشي غير كنقول واحد المنطقه، بل الريف بالشكل ديالو العام، من جميع المواقع، من ناظور، من السعيديه، ولا من بركان، ولا من حتى لماذا لا يكون حتى الناس اللي كاين في الداخل، فاس وبعض المدن اللي هي قريبه على الريف واللي قريبه على، وممكن كاع تعتبر هي مدن ريفيه. هذه المدن اللي قريبه
خصها كامله تعبر على من خلال الفنانه ديالها على الحراك وعلى الطموح ديال الشعب، لان الحراك ماشي هو مساله ديال الاحتجاج فقط، هو تعبير راقي ديال انه كيفاش يقدر بنادم يخرج من الوضعيه ديال هذا الوضع اللي كنعيشوه ديال التخلف، والتخلف نتيجه ديال واحد الحكم متسلط. اذا بلا مشاركه ديال الفنانه ما يمكنش نقدروا ننضجوا او لا نرقوا للمستوى ديال المطالب ديالنا. اذا الشعوب اذا شافوا واحد المسرحيه مثلا ديال الشباب من طنجه ولا من تطوان ولا من الحسيمه ولا من الناظور ولا من اي مدينه في المغرب بشكل عام، كيعالجوا قضايا اللي هي عندها اهميه، ناثروها في العمل ديال الحراك ديالنا. ماشي ضروري حتى تكون تهضر غير على الريف، كنت تهضر غير على المأساة ديال الإنسان أنه مضطهد من طرف واحد الناس، واحد الحفنة الناس تحكموه اللي هي مجموعة من الناس اللي ما كادر عايش الحقوق ديال الناس، ما كتحترم شي، اللي هي كنعمل بالشكل ديالو الرديء ديال الحكم المتسلط اللي هو الاستبدادي. إذا هذا الحراك هذا خصو يرقى يوصل لهذا المستوى. كنظن انا واحد المجموعه ديال الناس يقدروا يسمعوا هذا الشيء هذا ويقولوا اش كي على من كيعاود هذا، لان المساله ديال الحراك بالريف ما استوعبوش واحد المجموعه ديال الناس وخاصه الجماهير الواسعه، انه لولا ما كان الفن وما كان الابداع ما كانش يستمر هذا الحراك حتى لهذا الوقت هذا اللي كنعيشه. اذا من هنا خصنا نعرفوا انه الدعم ديالنا للنشطاء ما خصوش يختصر على فلان وفرتلان. ديك النشطاء اللي بارزين اللي كيعمل واحد اللايف واحد النهار ولا بحال هذا الشكل اللي كنعمل نقدر انا اليوم غدا على في التواصل ديالي مع الناس نوصل كنكتسح ما نعرفش شحال ديال واحد العدد كبير ديال الناس كيسمعوا لي، ماشي هذا هو الهدف. الهدف خاصو يكون راقي، يكون لا نوبليس، يكون فيه يكون نبيل، ما يكونش حقير، ما يحاول واحد يسمع الافكار ماشي يسمع السخط، لان احنا اللي خصنا هو كيفاش ننتجو تفكير ماشي ننتجو واحد الغضب فقط، لان الغضب ما كيستمرش، الغضب كيقدر يتلاشى بحال واحد السحبه، تقدر تقول هذه السحبه راه غادي الوقت اللي غيبدا الشتاء راه غادي الناس يغرقوا مع هاد الظلام اللي ما جاب بها السحبه، وفي نفس الوقت كتصيب جا الريح وداها وما بقى والو، ما كاين تما لا شتا ولا. اذا هاد الناس اللي يقدروا تعتمد عليهم بعض الخطرات كافراد ماشي ضروري انهم هما اللي غادي ينتجوا، اللي كينتجوا هما ناس اللي عندهم عندهم قدرات فنيه اللي كتستحق التشجيع. من هنايا كنقول تحياتي للفنانه اللي كاينين في مدينه الحسيمه وفي مزورين في بني بوعياش في جميع المواقع كانوا كيجيو للحسيمه وكانوا كيجيو على اساس انهم يشاركوا في واحد المجموعه ديال الانشطه اللي ما ننساش الدور ديال بعض الشباب اللي كانوا كيجيو بالالات ديالهم واللي كانوا كيجيو من اجل باش يعملوا يساهموا في الفنون التشكيليه يعملوا عمل تشكيلي، اللي كانوا كيجيو كيهضروا على كيعملوا مسرحيه، اللي كانوا كيجيو غادي يهضروا على هذا هو الحراك. لان بزاف الناس كيهضروا على الحراك وما كي ما 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 كيتفهمش شنو الدور شنو الحراك. الحراك ماشي هو تخرج المظاهره، حتى المناضلين اللي كانوا في الواجهه اللي هما نشطاء شرفاء اللي كانوا كيستوعبوا وكيتجاوبوا مع كل الناشطين في جميع الميادين، يتجاوبوا معاهم وكيعملوا معاهم بواحد الطريقه من اجل باش يستمر الحراك وباش يتطور وباش يرقى، وهذا هو اللي خلى الحراك يكون في المستوى، وهذا هو اللي خلى ذاك الرموز ديال الحراك بحال النموذج مثلا ديال نبيل حمجيق كان عنده دور كبير، انه كان كيمشي مع واحد المجموعه ديال الفنانين وخاصه في مجال الغناء وحتى المسرح كدا، هذو كان من الاصدقاء اللي كانوا كيختلطوا وكان كياخذ منهم اللي كانت كتخدمه في الوقت ديال كيفاش يكون الدينامو ديال، يعني بزاف الناس يقدروا يسمعوا الدينامو ديال الحراك. الدينامو ديال الحراك كان هو نبيل. علاش نبيل كان الدينامو ديال الحراك؟ لان نبيل عرف
كيفاش يوظف ديك القدرات ديال واحد المجموعه ديال الطاقات ديالنا اللي كاينين في الريف بشكل عام، وخاصه في المدينه الحسمه فين كيتحرك هو، كان كيقدر يتجاوب معاهم، يقدر يلتحق بهادو والاخرين، ومن اجل باش ياخذ منهم فكره، ومن اجل باش يوظفها داخل، باش يكون ذاك الحراك عنده واحد الديناميكيه اللي يقدر تسمح له يتطور مع المستقبل. وهذا تطورت العمليه ديال الحراك. الحراك ماشي كان كيعتمد غير على ذاك الوقفات ولا الخرجات بالشكل ديال، حتى الشنطن جات نتيجه ديال التعبير المسرحي ديال واحد مجموعه الشباب اللي كانوا كينتميو ولا بطريقه ولا باخرى كيعملوا مسرح. يمكن يكون ماشي ناس مختصين في المسرح، ولكن المسرح ما بين الاصدقاء، ما بين الساكنه ديال المدينه، كانوا معروفين الناس عندهم ابداعات في المجال، هما اللي خلقوا هذا التفكير هذا ديال كيفاش يوصلوا للناس عن طريق بعض الاعمال اللي هي بحال التجربه ديال الشنطن. رغم انني انا كنشوف انه الشنطن ما كانش خص تستمر، يعني يتم استهلاك ديالها بزاف، خص يتم التوظيف ديالها، ولكن كاين واحد مجموعه ديال الاشكال اللي كانت كيخصها يتم العمل بها، اللي يمكن ما قمناش ما وصلناش انها نمارسوها على ارض الواقع. اذا الحراك العظيم، الحراك المبارك، الحراك المقدس، الحراك الشعب الريفي، هذا هو البصمه ديالو، هذا هو الوجه ديالو الحقيقي. الوجه ديالو هو واحد، عنده واحد الوجه اللي عامر بالتجاعيد ديال الشعب الريفي، ديال تاريخ الريف. هذا الوجه ديال الحراك الحقيقي هو عامر، هو خريطه من اجل كيفاش نقدروا نستمروا في 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 الساحه، في الساحه من الدرجه الاولى، لان كركز انا على الميدان، الميدان، لان العمل ديال الحراك هو عمل ميداني، وهذا العمل الميداني ماشي هو غير التحريض كما نقول، هو تربوي كذلك. احنا كنشوفوا واحد المجموعه ديال الاطفال، واحد المجموعه ديال الشباب، انهم تاثروا بالحراك، ومن اللي يصبحوا نقلوا الحراك للمدارس، نقلوها للاحياء ديالهم، نقلوا الحراك، اصبح الحراك هو مدرسه بامتياز، من اجل باش المخزن يعرف راسه انه الحراك ما يقدرش يقضي عليه الا مع القضاء على التهميش، على الحذره، على الظلم، على الاعتقال، على التعذيب، على الناس متسلطين، على المستبدين، على اللي كينهبوا الخيرات، على اللي كياكلوا، اللي كيحتلوا الاراضي بالناس الصحه. هذا هو اللي غادي يخلي الناس انهم يقدروا يعملوا حياتهم بشي طرق اخرى، ويستمروا في الحياه بشي طرق بدون حراك، ويكون الحياه بشكل ديالها الطبيعي بحال اللي كاين عند باقي الشعوب في العالم كامل. ولكن مادام ما كاينش هاد الشروط ديال العيش، هاد الانسجام بين الناس بشكل اللي مطلوب، ما يمكنش يتم القضاء على الحراك. اذا الحراك مستمر، الحراك هاد الشق هذا انه ما يمكنش يوقفوا الا اطلاق سراح المعتقلين بعدم الدرجه الاولى، اطلاق سراح المعتقلين. يمكن اكد عليها انه المساله ديال اطلاق سراح المعتقلين ماشي كما شي ناس كينتظروا شي حد يعفو عليهم ولا يعطف عليهم. الحراك هو جاء من اجل باش هي كلمه الحق من فوق الظلم ديال المخزن. اذا ما اعترفوش بانهم ظالمين، الظلم ديالهم ما يمكنش يستمر، راهم غادي يعملوا، غادي يزيدوا يأجلوا الوضع، واللي الوضع ما كنعرفوش فين يقدر يوصل، شنو غادي تكون النتائج ديالو. اذا بقى هذا المخزن بهذه الطرق هذه، الانشطه ديالنا غتطور بطبيعه الحال. نهايه المطاف اننا كل واحد فينا راه مشغول، واحد مع طريقه وياخر بطريقه، يمكن يكون توجهات مختلفه، ولكن نهايه المطاف القضيه ديالنا هي قضيه واحده. يمكن تكون درجات، كاين مستويات، كاين درجات اللي كنختلفوا، كاين طرق اللي يمكن نمارسوها على ارض الواقع كتختلف على بعضنا، ولكن الهدف هو واحد. اذا ما ينساش هذا المخزن انه هذا الهدف غادي نخدموه، رغم يزرع الفتنه اللي كيزرع هو، هو اللي كيزرع الفتنه ما بين النشطاء في جميع المواقع، وكيغري بعض الناس. انا اكيد انهم كاين الناس اللي كيتم الاغراء ديالهم، كاين
ولكن كاين الاغلبيه ديال عباد الله مقتنعين بانه الحراك غادي ينضلوا غادي يكافحوا من اجل باش يستمر، رغم انهم بعض الاخترات يمكن يكون بعض الناس يتاثروا في داك الصراعات اللي كتوقع. ماشي ديما الناس اللي كاينه اللي مرتبطه بالحراك انهم كما نقولوا داك الهضره اللي كنسمعوه دابا، وكل خطره كنسمعوه هذا خان هذا ما خانش، هذا كيعمل مع هذا هذا ما كيعملش مع هذا، هذا كلام انا كيبان لي ما كي ما ما ما, 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 ما عنده ما عنده حتى شي موقع من الحقيقه اللي كاينه. الحقيقه اللي كاينه هي الجماهير هي اللي كتحدد في نهايه المطاف. انا غنرجع للمساله ديال المسيره. المسيره راني انطلقت البارح من ناحيه الشكل ديال المسيرات كامله اللي شفت في حياتي كامل، ماشي قليل، اعتقد انني عندي واحد التجربه طويله مع المسيرات اللي شفت في حياتي مني كان في عمري 11 سنه، قلتها في مناسبات اخرى. مني شفت ذاك الشباب ديال 71 72 كيحتجوا على النظام المخزني انطلاقا من المؤسسات التعليميه الا حتى لدابا، ان المسيرات اللي كتكون ما جاتش نتيجه للغضب ديال الشعب وديال المواطنين اللي عندهم الحرقه يمكن تبدا وكتقضى صغيره، يمكن يكون مشاركه ولكن المشاركه ديالها كتمشي وهي كتضعف، بينما المسيرات اللي كتخلق نتيجه للمشاركه ديال الجماهير كتكبر تكبر. علاش؟ لان غير واحد المساله شفتها البارح من خلال انطلاقه ديال المسيره، كان واحد المجموعه ديال الشباب، هادشي ما كانش في واحد الوقت ولكن دابا كاين هذه الامكانيه، هو التليفون، معناه التليفون ديال النقال، المهم الناس كيستعملوا التليفون. واحد المجموعه ديال الشباب كانوا في كونتاكت مع الاصدقاء ديالهم وكينعتوا لهم، معناه كيطالبوهم الالتحاق وكيقول لهم في خصهم ينزلوا مش من مكان غادي يكون التظاهره وصلات، وبداو كيلتحقوا الناس. معناه ملي وصلنا للبورتا ديال سول وصلنا واحد العدد كبير على ذاك العدد اللي انطلق في البدايه، بينما في كما قلت في التجربه اللي عشتها بزاف الخطرات الناس كيشاركوا بزاف، ولكن مع الطريق كيبداو الناس كتنسحب وكتمشي بحالها. اذا هنايا هذا العمل هذا هو عمل اللي عنده واحد النوع ديال، ماشي الناس اللي جوج ولا 10 ولا 15 اللي نظموا التظاهره هما اللي جابوا الناس، الناس جاوا راسهم، الناس كيجيو راسهم. كاين شي تظاهره ديال الجماهير الشعبيه والقضايا بحال القضيه ديال الريف كيجيو الناس من اجل باش يشاركوا لان جابوهم الناس، ماشي قاطع. الناس اللي كيجيبوهم اللي كيعملوا بها الطرق ديال الجيب هو المخزن، كيجيب الناس في الكاميونات وينزلهم على الطريق ومن بعد نيكوز زعطوط كيسمحوا في الناس بالجوع بالعطش. و هذا هو الوضع ديال 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 المسيرة البارح. الوضع ديال المسيرة البارح هي وضع ديالها يختلف نهائيا على المسيرة ديال اللي كتجي من الفوق. المسيرة ديال البارح هي جات من القاعده، هي جات من الجماهير، هي جات من المبادره ومن الحرقه ديال الجماهير، بالاضافه انهم التحموا، وطبيعي انهم الناس يهمهم انه يكون واحد الشخصيه اللي بحال النموذج ديال عز احمد الزفزافي اب ناصر، انه جا بطريقه ديال انه يتلاقى مع واحد المجموعه ديال المؤسسات في اسبانيا اللي فيها كيطرح المسألة ديال حقوق الإنسان بلاد، هذا بشكل واضح ما في ما كاينش علاش المسائل ديال حقوق الإنسان طرحها هو مع مؤسسات اللي هي مؤسسات عندها شرعية، عندها كما يقولوا عندها دعم جماهيري ديال الشعب الإسباني ولا الشعب المدريد ولا الشعب في سيبيا ولا في أي منطقة في الدولة الإسبانية، طلبوا منه انه يجي يعرف او لا يشرح لهم شنو المشكل اللي كاين ديال الاعتقال وعلاش جا الاعتقال. والاعتقال اصبح كيهم العائلات ديال 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 المعتقلين، لانهم هم اللي كيعانيوا مع الابناء ديالهم
ومع ناسهم. اذا هنايا المشاركه ديالو كان التحام عليها، كان التحام عليها من طرف. اذا ما كنشوفش هنايا انه علاش ما يكونش ولا علاش يكون، كنشوفه طبيعي خص يكون، لانه هو ابن الشعب. يعني في نهايه المطاف كيبقى هو، ولو ما يكونش ابنه ولا ولاده كاملين، كاع ولاد شباب الحراك ولا نشطاء الحراك هما ابناء ديالو، لانه هو ما جاش يهضر بالشكل ديال الهضره على ما هو عائلي فقط، على ما هو عائلي بالشكل ديالو الريفي، يعني العائله الريفيه، العائله بالشكل ديالها، ديال انه النشطاء انسان متمكن، ماشي شي انسان ما عارفش شنو كاين، انسان متمكن مزيان، عنده واحد الخطاب راقي، واحد الخطاب هادئ، واحد الخطاب مسؤول، واحد الخطاب اللي كيعرف شتي على من كيهضر، كيهضر على اغتصاب حقوق الانسان من طرف شي ناس اللي متسلطين على السلطه في البلاد. هذا هو المشكل، وهذا هو اللي خلى هذا الرجل هذا العظيم انه يلتحق بالتظاهره، والتحموا عليه، يعني التحقوا واحد مجموعه الشباب، واحد مجموعه النشطاء، باش يعطيوه الدعم ويحسوه انه نفس الفكره كيتقاسموها حتى هما معاه. اذا هنايا الحراك مستمر من خلال العمل الميداني، من خلال التوعيه ديال الجماهير، ومن خلال الفضح ديال المسؤولين اللي ما بغاوش يعترفوا بالجريمه اللي كيعملوا. جريمه ماشي جديده، جريمه هي عندها تاريخ، ولكن في نهايه المطاف كيبقى الجرح اللي عندنا، لان في الجسم بنادم واحد المجموعه ديال الضربات كذا كل في هذيك، ولكن اللي كيجرحك هو اللي جديد، الجرح الجديد. اما طوابع في الجسد بنادم عامر الطوابع، بدا من الراس الى حتى الرجلين عامر الطوابع، ولكن الجرح اللي كيحرق هو اللي يلاه سال منه الدم. اذا الجرح اللي حرقنا دابا حاليا هو الاعتقال ديال النشطاء ديال الحراك الشعبي الريفي اللي انطلق نتيجه ذاك الجريمه اللي هو خلانا اننا نوقفوا وقفه راجل واحد ولا مراه واحده، كل شيء مع بعضنا نساو الرجال، من اجل باش ندينوا هذا الاغتصاب، هذا الظلم، هذا الحقر، هذا، ونوقفوا هذا النزيف هذا اللي كيعيشوا الشعب الريفي، اللي كيتجلى في الاغتصاب ولا في القتل، في القتل ديال محسن فكري اللي مشي ضحيه للطحن ديال في بعض الفترات. الوحيد ما تخرجلوش الكلمه ديال انه يقول انه تطحن بنادم في الكاميون ديال الزول اللي قلتها في مناسبات، واحد النظام اللي بحال اللي قادر يعمل هذه الجريمه هذه هو نظام ديال الزبل، ونظام اللي ما كيستحقش نقولوا نظام، هو واحد الرخيمين، واحد تشكيل شي ناس شكلوا السلطه مع بعضهم، اللي في الدماغ ديالهم الازبال، ماشي في الدماغ ديالهم التفكير. طحن انت بنادم وتقول طحن مو، هذا زعما ما كاين ما يدرق عليه. اذا هذا هو الموضوع ديالنا، هو اننا حنايا خصنا نستمروا في العمل ديالنا، نطوروه كما قلت بواحد المجموعه ديال الاساليب، ونخليو من الاتهامات ديالنا لبعضنا، ونخليو ديك البلعه ديال الزعامه الرخيصه ديال بعض الاشخاص، ونخليو الاقصاء، لان حتى بعض الخطرات كنشوف انا بعض الخطرات كاين الاقصاء ديال بواحد المجموعه اخرى، وغنهضر عليها بشكل واضح، انه المعاناه ديال الريف ماشي بدات من دابا، والمعاناه ديال الريف والمواجهه ديالها ماشي كانت غير في واحد المنطقه، ماشي كان اذا كان شي ظروف. فانا كنطلق من واحد القند، انا قلتها مرارا وتكرارا، انني كابن الريف عندي غيره كبيره على المنطقه اللي جدودي منها، اللي انا كنحس مليون في المية كنتمي لها، ولكن هذا ما كيعنيش انه القضايا ديال الشعوب كامل نقدر نتضامن معاها، القضايا ديال الشعوب المظلومه كامل نقدر نتضامن معاها، وما نفرقش، ما بالك تفرق انت داخل الشعب الريفي. كاين الناس اللي تجرأت بدات كتهضر على بعض الخطرات على جوج ولا ثلاثه ديال
ديال المدن في الريف، وكنعتبروا هذاك هو الريف والباقي ماشي ريف، وهذا التقزيم ديال الريف، وهاد الناس اللي كيقزموا الريف خصهم يعرفوا راسهم انهم مسؤولين امام التاريخ. واذا بغيتوا نهضروا على التاريخ نهضروا عليه، لان الحراك ديال الريف في التاريخ ديالو ماشي غير في الفتره هذه، هو كبير كبير، وخص المعلومات، خص القرايه، خص بنادم يشاهد، خص بنادم يرجع للمراجع يشوف شنو التاريخ ديال بلاده، يشوف شنو هاد بلاده هادي. ملي كنهضروا على الريف ما كنهضروش على الحسيمه وعلى الناظور فقط، كنهضروا على الريف، كنهضروا على الريف بالشكل ديالو العام، وغنرجعوا للتاريخ القريب اللي هو التجربه ديال تاسيس ديال الجمهوريه. يعني جات تاسيس ديال الجمهوريه، راه اش كيقولوا، لولا ما كانش ذاك القبائل ديال الجباله ما كانش يمكن يتحقق الجمهوريه الريفيه. وفين تحققت؟ خصنا نعرفوا بالضبط فين تحققت. ما تحققتش في المناطق ديال بعض الخطرات، تقريبا نصف الناظور ما كانوش مشاركين في المواجهه ديال العدو. بالعكس، في المناطق ديال الجبل اللي هي كيسميوها مجبله الى اخره، كانت المواجهه ديالهم ناريه مع الاستعمار ومع المخزن ومع الاعيان ديال المخزن اللي كانوا كينتميوا للمنطقه، في منطقه جباله. والجمهوريه دارت ما بين طنجه الى حتى الحدود تقريبا مع يمكن نقولوا النصف في المنطقه ديال اللي تسمى دابا بالناظور، كانت النصف فيها. اذا من هنايا ما نتزايدوش على بعضنا، شي منهم شي نشطاء كيهضروا على هو الشعب الريفي هو الشعب الناظور والحسيمه، شعب الناظور والحسيمه هو جزء داخل الشعب الريفي. والمحدد واش اللغه ولا ماشي اللغه، لان الثقافه ماشي غير فقط كتختصر غير على ما هو لغوي، يمكن لغوي وحنا غنشوفوا تجارب الناس اخرين، نطلعوا على التجارب ديال الناس بحال كنقول النشطاء اللي كيبداو كيتشدقوا بشي كلام اللي ما اللي كيبان الفقر في التفكير ديالهم. انني كتهضر انت على واحد المنطقه وكتخصص لانهم عندهم اللسان، كيقول شي ناشط كيقول بما انه الناس كيهضروا هذا بتاريفيت فقط، اذا نهضروا غير على التاريفيت. انا فخور براسي انني كنتمي لهذا الشعب هذا اللي عنده هذه اللغه هذه اللي هي الريفيه، تمازيغ الريف، تمازيغ الريف، تمازيغ الريف، كان فخور بها. لكن واش الناس اللي ما كيهضروش بها غتقول لهم انتم ماشي من الريف، ثم ماشي من الريف لان ما كتهضروش الريفيه؟ هذا 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 واحد النوع ديال الاقصاء اللي هو خطير، اللي خص المحاربه ديالو من دابا. ونرجعوا للتجربه ديال الحراك من خلال واحد مجموعه النشطاء داخل، نبداها من الصنديد ديال ناصر الزفزافي في الوقت اللي كنت كناقش معاه مرارا، كنهضروا على المساله ديال استعمال اللغه، واعترافا منه قال لي في الوقت اللي كنت كنعمل اللايف قلبت نهضر بالدارجه، وصبح من 30,000 د الناس الى 60,000 د الناس كيسمعوا له. وهذا كيعني انه دخل في حوار مع الناس اللي ما كيفهموش واحد اللغه، وديك اللغه ما كيفهموهاش ماشي لانه اللي مثلا انت ما تقدرش تقصي اخر عور لانه عور، ماشي هو اختار يكون عور، يعور ماشي هو اختار يكون عور، ولكن ممكنش يتقصيه، من حقه يتواجد. وحنا كنشوفوا غير النموذج ديال خالد النغنغ داخل المجتمع وداخل حتى الكوميساريات، كانوا كيحتقروه لانه كيقولوا له هو بيدو كيدينها، كيقولوا له بواحد الطريقه خبيثه ديال انه الحمق، كانه احمق. في الوقت عوضا ما يشجعوه عوضا ما يحترموه كيقولوا اجي هذاك الحمق، اي ابو هاري، اي ابو هاري اجي لهنا، واش هو ابو هاري؟ وهذا هذه اللغه هذه كنستعملوها احنا مع بعضنا، وكتقولوا احنا نشطاء، انت تقول للناس هذوك وهذوك ديال المنطقه راه ما كان في التجربه ديال الحراك. خصك تعرف ايها المناضل ولا الناشط ولا المهتم انه الانطلاقه ديال الحراك كانت قبل، وكنظن انا خص تبقى واضحه في تلارواق، في تلارواق في الوقت اللي اقتلعوا الناس واللي داو لهم الاراضي ديال في تلارواق، الجماهير ديال تلارواق
انضمت وبدات تخرج نساء واطفال وعواول وصغار وكبار، كل شيء كيعتحم على بعضه، وخرجوا للشوارع ولا خرجوا ما كاينش الشوارع تما، خرجوا للارض ديالهم كينادي وكيطالبوا ضامن معاهم شي واحد. علاش ما تمشي التضامن معاهم؟ وتلا رواق لحد الساعه ما جالا ودخل في معركه. إذن الريف اللي كيحاول يحصروا، لان حتى اللي كيهضروا بالتمازيغ كيهضروا 75% ديال كيستعملوا المصطلحات ديال 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 العربيه، معناه حتى لغويا اذا بغى يقدر يقول ان اش كيقول له هذا ريف وهذا ماشي ريف، خطا، لانه هو بيدو ما كيعبرش باش كيقول له بالتمازيغ بالشكل ديالو اللي كانوا كيعبروا عليه الاجداد ديالنا في التاريخ ديال هذه اللغه هذه. اذا هذا الوضع اللي كيعيشوا الريف ديال انه الناس تم التعريب ديالها وانت تزيد تعمل على الاقصاء ديالهم، كفاهم انهم تقصوا من طرف الحاكمين ومن طرف الناس اللي كيظلموا، عايز يزيدوا حنا نقصوا بعضنا، هذا يقصي هذا، واحد المجموعه واحد العدد كبير ديال الناس. وغنرجعوا للتاريخ، هذوك الناس اللي تم الاضطهاد ديالهم في القويا بالضبط، اللي تمت عائلات رحلت نتيجة لأنهم صابوا راسهم، عندهم اختيارين، وإما يستنوا شي إبادة أخرى ديال شي بوشتال بغداد يعاود جديد، وإما يرحلوا. ورحلوا واحد العدد كبير اللي رحلوا، مشاو لمناطق أخرى وخاصة تطوان طنجة، واحد العدد كبير ديال السكان في تطوان وفي طنجة اللي هما الأصول ديالهم من القوية. وبدون ما نهضروا على الناس اللي كاينين اللي جاوا الاصول ديالهم من الريف الاوسط، نهضروا على السكان ديال الناس ديال المنطقه جباله، الناس ديال خميس دلانجران، الناس ديال كاع المنطقه ديال اللي كيسميوها جباله، هذوك غادي تقصيهم وتقول هذاك ايوا هذوك ما كيعملوا والو، حتى انا التاريخ ديالنا ما كنعرفوهش. في وقت بدات المعركه ومولاي محمد، ملي كنهضروا على مولاي محمد كان تاثر بزاف من ديك المعارك اللي جازت قبل منه، اللي هي المعركه اللي كانت تاريخيه، اللي هي ديال ما بين تطوان سبته، اللي دخل فيها الاحتلال الاسباني واحتل مدينه تطوان واحتل الضواحي كامله، واللي تحالف معاه المخزن من اجل باش يفرض على السكان في المنطقه انهم يعطيوا الضرائب مقابل باش يرحلوا الاسبان من تطوان. اذا هذا التاريخ هذا اذا ما كتعرفوش هذا المشكل ديالك، اذا ما كتعرفش انت شكون هو احمد خرير، ونزيد نركز عليه كما كنهضروا على شخصيه اخرى اللي هي ما ننساوش الشيخ الشريفه مزيان. الشريفه مزيان كنموذج اللي منه جات التجربه ديال 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 الكفاح ديال مولاي محمد وديال الجاحن في المنطقه كاملين، كيفاش يقدروا يلتحموا على بعضهم، جاو استفدوا من التجربه ديال الشريفه مزيان. اذا التاريخ ديالنا ما يمكنش نحصره في واحد المنطقه ولا في واحد الشخصيه ولا في جوج، خصنا نحاولوا نكبروا من 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 من, من ونحاولوا نعطيو كل واحد نعطيوه حقه. وهذه المسألة كنشوفها أنا حتى لأن في اللحظة اللي ممكن أنه دابا نقلبها بدا نهضر واحد ثلاثة ولا أربعة الكلمات اللي كنعرف بالتمازيغ، وبنادم يتجر معايا أكثر من اللي. إذا هذا واحد النوع ديال الفقر في التفكير، هذا واحد النوع ديال بنادم ما عارفش. حنا نقولوها بشكل واضح، أنا كنقولها وقلتها على أرض الواقع تما في الحسيمة، وقلتها وكنزيد نركز عليها، أننا بعدا خصنا نعملوا قاطعة مع الاستبداد مع بعضنا، نعملوا قاطعة مع نخلقوا النعرات مع بعضنا، هذه هي بعدا أساسية من أجل باش نخلقوا ونهيكلوا راسنا. ومن هنا غادي نقدر نقول انه غنوقف في المساله ديال التظاهر وديال المسيره اللي دارت في مدريد اللي جات نتيجه. انا شفتها علاش؟ لان المساله ديال التظاهرات وبديت كنلاحظها، واحد العدد كبير ديال الناس ديال منطقه جباله كانوا حاضرين البارح، ماشي ضروري كيعرفوا التمازيغ،
ولكن عندهم حرقة كبيرة وواحد العدد كبير ديال الناس اللي كاينين في شفتهم في بيلباو، واحد مجموعة ديال النشطاء في بيلباو في سان سيباستيان، الناس اللي في مناطق أخرى ماشي من الضرورة أنه واحد يكون من الحسيمة ولا من الناظور، وهذا ما كيعني والو أنه من الحسيمة ولا من الناظور أنه يكون كيناضل ولا آخر. هذا واحد النوع من بنادم التفكير ديالو فقير باش ما نسميه شي حاجة أخرى، وبعض الخطرات يقدر يكون الخبث. إذا أنا نقولها هذه المعركة هي معركة الجميع، هي معركة ديال جميع الأصوات الحرة، ممكن تعبر حتى باللغة. كنشوفوا أبناء مليليا اللي هما الناس دري فواش، هذوك أبناء مليليا اللي احتمل الأصول ديالهم الإسباني هما أبناء مليليا هما أبناء الريف، واش غادي نقصيوهم؟ وكيبان الفكره ديال مولاي محمد في الوقت اللي ما قدرش ما هجمش، ماشي ما قدرش، ما هجمش على منيليا باش اللي احترم فيها الجماهير واعتبر ديك الجماهير اللي كانت تما ما خص الاباده ديالها، بالعكس باش تعرف ان تم الاحترام ديالها وتم الدفاع عليها وعلى الحياه اللي واجهوا هو الناس اللي جاو كيقتلوا بالاسلحه، ماشي الناس مواطنين عاديين وما تمشي الاقصاء ديالهم. واحد المجموعه ديال الناس المواطنين في مليليا ولا في سبته اللي هي الاصول ديالهم ماجين من الجنوب ديال اسبانيا، من الاندلسيه ولا من اي منطقه، صبحوا الناس ديال الريف، وصلنا نرقاو ونشوفوا فيهم الناس ديال الريف، ما يمكنش تسميها رومي، تسميها بنادم بعيد عليك، كتبعدوا كتدفعوا انه يصبح الخصم ديالك في الوقت اللي هو كيعتز براسه انه ريفي. هو كيقول لك انا ريفي، واحد المجموعه ديال الكتاب عندنا كيقول لك انا ريفي، عندنا واحد الكاتب اخر مكتب كيقول لك انا بيدي ريفي، وغتقول له انت كتهضر اسبانيه انت ماشي ريفي. نرقاو الخوت، نرقاو نوصلوا للمستوى ديال الوعي ديال بنادم حضاري. الحضاره ماشي كتجلى شي في الهضره ديال بنادم بلا معلومات، اجمع المعلومات ووظفها من اجل باش تتواصل مع الناس. وكنقول هذه لبعض النشطاء اللي كيتشدقوا بالهضره على الريف وكيحسبوا انه هو عنده صلاحيات ولا عنده الحق اكثر من ناس اخرين، وهذا كيبان انه بنادم واما كيستعملها من اجل شي مصلحه، وهذه المصلحه هذه غادي تكون هي مصلحه ديال بنادم فقير فيه الجوع شي حاجه وخصو يرتزق على القضيه ديال الريف. كنقولها بشكل واضح اننا حنايا مع بعضنا الامور واضحه، هو اننا كيفاش نعملوا يد في يد، ولكن اذا بدينا كل واحد كيفاش كيتعامل مع بعضه راه بنادم كيبحث على كيفاش يقدر يخدم المخزن بلا ما يعيق. وزيد ركز عليها الحراك المبارك ديال الشعب الريفي في انطلاقه ديالو، الا حتى تم الاعتقال ديال الشباب وديال النشطاء بشكل عام، شباب وغير شباب، واللي فلتنا من القبضه ديال الحديديه ديال المخزن، واللي باقي لحد الساعه تابعنا وعامل لوائح ديال البحث على النشطاء. اللهم ما نعرف شي حاجه اخرى، هاد النشطاء هادو كانوا كيعملوا في السماء ولا في شي جهه اخرى، هاد النشطاء كانوا كيعملوا على ارض الميدان. وكنت كنتمنى واحد المجموعه ديال الناس اللي دابا كتهضر في واحد المجموعه ديال كتستعمل هاد النبات والتدوينات والمقالات وكذا، هادو كانوا يلتحقوا بالميدان. كنقولها للنشطاء بشكل عام، ماشي غير كنت كنقولها تما، كنقولها على ارض الواقع، انه فينما هاد الناس اللي عندهم الغيره يلتحقوا بالمنطقه ويعملوا، لان الوقت اصبح كيطلب منا اننا واما يعتقلونا كاملين واما يعطيونا حقنا في الحياه. للاسف كانوا كلشي كيتفرج عليها برا وكيحاولوا. انا قلت كل واحد كيفاش كيحاول، واحد كيحاول يبررها انه حراك عنده توجه ما نعرف شنو، يا اخر كيعمل لا الحراك خصو يكون فيه غير في هذه المنطقه وما يكونش في هذه المنطقه. هذا كيبان لي التقزيم ديال القضيه الريفيه، التقزيم ديال القضيه الريفيه والبحث على ما نعرفش من مصلحه. وفي نهايه المطاف هذا المنتوج هذا كيستفد منه، هذا التفكير هذا كيستفد منه المخزن. اذا كل ما حاولنا نتجنبوا التفكير الاقصائي
كل ما المخزن غيتورط معانا. انا عارف واحد المجموعه من النشطاء، نقولها حتى للناس اللي كيقولوا هذاك الفكر ايكيس، الفكر ايكيس نقدر نقول هو الفكر ديال الناس ديال اليسار، ما كيرقاوش باش يكونوا الناس ديال اليسار، لان كنسمع شي ناس كيقولوا واليسار اليسار اليسار، يمكن يكون انسان يساري، ولكن مشاريع اللي دارت او تنظيمات اللي دارت وانا هذا عشته عن قرب، تقريبا تربيت فيه، ملي كنقول تربيت فيه من السبعينات، من الحركه ديال اليسار اللي كيسميوها اليسار الجديد، الحركه ديال واحد المجموعه ديال التنظيمات في هذا الشكل، ديال الى الامام 23 مارس، اللي ناخذوا من الشعب، الاختيار الثوري، كل شيء. هاد الناس هادو تقريبا الاصدقاء ديالي كان منهم، وبعض الاخترات كان كيحس براسو انه انسان كيتعاطف مع التيارات هادو، ولكن هاد التنظيمات هادو ما رقاوش باش يعرفوا شنو المشكل ديال بلادهم، بقاو تابعين لشي اذا خلقوا الدكاكين، ماشي بقاو تابعين لشي تيارات اللي ما يمكنش التفكير ديالها ينطبق على الواقع ديالنا. ومن هنا كنقول انه النشطاء ديال الحراك ما يمكنش يقصي حتى شي حد، لانه كان كينتمي لهذا اليسار، ولكن المدرسه ديال ديك الاحزاب وداك الدكاكين ماشي مقبوله. هذا هو الفكر اللي وصلت له، انه هذيك المدارس اللي هي نقدروا نسميوها الاحزاب وكذا، هذيك المدارس ما جاوبتش، ما قدرتش ذاك المؤسسات، ماشي المدارس، ذاك المؤسسات الحزبيه ما وصلتش درقه تعرف المشكل وتبنى المشاكل ديال الشعب، وخاصه الشعب الريفي، ما قدرتش يفهمه. وخلينا المدرسه ديالنا الحقيقيه اللي هي المدرسه ديال مولاي محمد، اللي هي المدرسه الحقيقيه ديال الشعب الريفي، وسمحنا فيها واعطيناها الظهر، ودينا كنعطيو الاهميه للشخصيات في مناطق اخرى. واحد العدد ديال الناس شفتهم انا في واحد الوقت كيعملوا كاميسيتاس، الصوره ديال هوشيمينغ، ديال ماو تسي تونغ، ديال هادي، مع قليل في شي وحيد تنظن من الناس الاولين اللي درت الكاميسيتاس ديال الصوره ديال مولاي محمد، بكل افتخار كنقول هذا دابا بكل افتخار، والناس اللي شافوها راه شاهد، التاريخ شاهد في الوقت اللي دابا حاليا واحد المجموعه ديال الناس ما فهمت ما عرفتش كيفاش حتى لشي مستوى انه يقدر بنادم يقول عليهم انهم وعاو شنو الواقع ديال بلادهم. كنتمنى ان الناس اللي كانت تنتمي لليسار ماشي دافع على اليسار كانه هو اللي عنده الشرعيه يدافع عليها، انا كنتقد انطلاقا من انني تربيت في الوسط ديالو، ولكن ما قنعنيش، وهذيك المدرسه ديال ديك الاحزاب، ذاك الاساليب اللي كانوا كيستعملوا ما قنعتنيش، وباقي كنقولها ما قنعتنيش، ولحدود الساعه ما قدرتش تنتشر في القواعد، في الجماهير الشعبيه بشكل طبيعي. بينما التفكير ديال اللي كتهضر على التفكير او لا على التجارب ديال اللي وقعت في البلاد، وكما قلت قبل منطقه جباله في الوقت اللي هذاك احمد خريرو طرح انه غيلتحق بالمشروع ديال مولاي محمد اللي هو محمد بن عبد الكريم الخطابي، من اجل الصراع ولا الحسم مع الاسبان والتواجد ديالهم في المنطقه، ومع المخزن كذلك كيفاش يحاربوهم وديك الشيء، الجماهير دغيا التفت عليه، الجماهير دغيا التفت عليه، ولكن في الوقت اللي بداو كياسوا الاحزاب الجماهير ما كانتش كتواجد في الاحزاب، اللهم كيستعملوها ومن بعد كما كيستعملها المخزن كيستعملوها حتى ديك الاحزاب، الجماهير ما عمرها تعاطت لشي حزب وكانت قاعده ديال شي حزب. اذا من هنايا انا كنتقد اليسار كمؤسسات، ماشي كنتقد الناس اللي عندهم قناعات باليسار، من حقه، وقلتها بمناسبه اخرى تغيره على هذا التفكير هذا ديال الانسان المتحرر، لانني كنقول انسان ديال اليسار كنقول انسان ديال التحرر، وانا كنفضل نقول انا انسان متحرر من الافكار سواء هادو ولا هادوك. الفكر التحرري ديال مولاي محمد هو اللي كنشوفو قراب ليلي، هو كاين ناس عندها فكر تحرري، ماشي ضروري نقول يساري ولا نقول يميني،
لان لا اليمين ولا اليسار في المغرب ولا في الدول ديال تمزغ كامل ديال هذه ما عندهش موقع لا تاريخيا. اذا خص المرجع يكون ديالك، ونبحثوا على المراجع ديالنا، نبحثوا على الاساليب ديالنا. وهذا هو انسان الريفي والانسان الامازيغي، ماشي لانه كيهضر جوج الكلمات، لان الكلمات في نهايه المطاف تقدر تقول بهم عاش الملك، وتقدر تقول عاش زعطوط، ولكن باش تقول شي كلام راقي ماشي ضروري حتى تقوله بالتاريفيت ولا بالتمازيغ، تقدر تقوله باللغه اللي تعلمتي. اذا من هنا كنقولوا اننا حنايا متعددين في جميع المجالات، التعدد كاين في كل شيء، لغويا، المعرفه، المناطق، في الطرق كيفاش نقدروا نتحركوا، وفي التوجهات. وهذا هو اذا بغينا نقولوا اللي غيخلينا نجمعوا بعضنا ونقبلوا على كل شيء يتواجد. اللهم يجي لك شي واحد يقول لك لا انا هذا الشيء هذا بغيت نحوله لحزب، الحراك ما غيتحولش لحزب، الحراك ماشي حزب، الحراك ماشي من اجل باش يعمل ائتلاف ديال الجمعيات ولا ديال الاحزاب، الحراك هو الجماهير الشعبيه هي اللي كتقرر. شنو كيقول لك هذا العمل الشعبوي؟ كاين لا عمل شعبوي لا والو، لان العمل الشعبوي بحال داك الديب اللي كتشوف شي حاجه ما لحق لها شي كيقول راه حمضه. كاينين شي نشطاء او لا كاينين شي ناس اللي كيعتبروا راسهم انهم مناضلين، كانوا في التاريخ ديالهم انهم معروفين مناضلين وخصهم يبقاو كيقدسوهم الناس، كيتهجموا على الحراك. الحراك ماشي بوبوليستا، الحراك ماشي شعبوي، الحراك هي الجماهير الشعبية تاقت في واحد النموذج ديال العمل. هذاك النموذج ديال العمل ما فيهش غير الناس اللي شعبويين، كان اختلاط ديال واحد المجموعة ديال الناس، وكاين الأسماء، كاين الناس اللي كانت تنتمي للتنظيمات، النقابات، الجمعيات، ولكن يمكن كيعملوا تحت المظلة ديال الحراك الشعبي، ما كانوش كيعملوا من تحت المظله ديال الاحزاب ديالهم ولا ديال التنظيمات ديالهم ولا ديال الايديولوجيات ديالهم. اقتنعوا بانهم غادي يعملوا من تحت المظله ديال الحراك، والشفافيه والثقه هي اللي عطتهم المصداقيه انهم يصبحوا رموز ديال الحراك، وعلى ذلك الشيء تم الاعتقال ديالهم. ولو كانوا، لان كنعرفوا واحد المجموعه ديال عباد الله كيقولوا الحراك في ذاك الوقت هذا كانوا كيقولوا فيه شي ناس من دسين، هاو دابا تم الاعتقال ديالهم، فين ديك الناس اللي كانوا كيهضروا عليهم كاين الناس من دسين. لهذا الموضوع ديال الحراك هو معقد، معقد، ما كيحتاج منا كيحتاج منا تأمل ونرقاو. زين نأكدها، هاد ثلاثة الكلمات اللي كنعرف راه بيهم كنهضر، كنعرف هاد يمكن واحد المجموعة ديال الكلمات كنكررها كل فترة نتيجة لأنه بنادم تفرضت عليه يخرج من بلاده، ما كنمارسوش ديك اللغة، حتى ديك الدارجة اللي تعلمناها في البلاد ما كنمارسوهاش بزاف هنايا، إذا تفرضت علينا نتعلموا لغة أخرى، تفرضت علينا نعيشوا في أجواء أخرى إلى آخره. إذا المهم هو أنه بنادم يتواصل مع بعضه، يتواصل ويحاول يوصل الفكرة، والفكره هي اللي ما غادي تموتي، ماشي واحد البلعاد د اللغات انقرضت في التاريخ ديال الانسانيه، ولكن الكونسيبت ولا القيمه ديال الحريه مازال كاينه. القيمه ديال الحريه كنتقل من لغه للغه، كنتقل من بلد لبلد، وفي نهايه المطاف الهدف هو واحد، هو الحريه، الحريه، الحريه. هذه الحريه هذه ما يمكنش يقضي عليها حتى شي واحد، لانها هي فكره. هو انسان ما يعيش عبد الاخر، الانسان يعيش حر، يكون عنده قيم ديال انه كانسان يفتخر بالانسانيته. اذا هذا هو الحراك، هذا هو العمق ديال الحراك. يمكن كنعالجو من جميع الجوانب ديالو، ماشي ما رانيش متخصص في علم اللغات، ولكن اللي كان باغي نقول هو العلم اللي مختص فيه هو حقي في التعبير، حقي في التعبير وحق الناس في التعبير، حقي انني نكون عندي
مكانه داخل هذا المجتمع انطلاقا من الكرامه، انطلاقا من احترام ديال الكرامه ديالي. اذا ملي كنهضر على راسي كنهضر على الاخر، على الناس بشكل عام. كل انسان من حقه يعبر على الشيء اللي فيه، والعمل الجماهيري كيبدا من الافراد. العمل الجماهيري هو الحق ديال الافراد في التعبير على الاراء ديالهم، وكيتحول الى تفكير جماعي. ومن هنا كنقول انه غننتقل للمساله ديال هذا الشيء، هذا شنو كيحتاج منا؟ كيحتاج منا لقاء. طبيعه الحال كيحتاج منا لقاء، كيحتاج منا لقاء، ولكن اللقاء ماشي بالشكل ديال انني انا دابا نقدر من حقي نعمل لايف ولا نعمل هاد الدردشه هذه ولا نقول رايي بهذه الطرق هذه، ولكن ماشي نفرض على الناس انه هذا غدا غادي نعمل اللقاء. خصني نستشر. اذا شنو كنشوف انا في اللقاء اللي غادي يكون ماجي، اللي طرحته كنقطه ثانيه من اجل هاد المباشر هذا، هو انه كاين لقاء فرانكفورت نهار 3 و4 كنشجعوه وكنقول مهم، ولكن هذا اللقاء هذا هو لقاء ديال التشاور ديال النشطاء مع بعضهم، لان المصداقيه ديال هذا اللقاء ما يمكن تكون الا من الجماهير، الا من القواعد ديال الناس بشكل عام. البارح كان الامكانيه انه بنادم يطرحه، ولكن لا داعي بنادم يخلخل الاجواء اللي كاينه. فنمشي الاجواء البارح ما كانش، كان التركيز على عبد الناصر، كان جا يقول كلمه في مسائل ديال حقوق الانسان وديال المعتقلين وخليناه. وما انا كانت عندي فكره انه يطرح بنادم انه اللقاءات اللي خص تكون واللي غادي تنوب واللي غادي يتم فيها النشطاء غادي يتناولوا القضيه ديال الحراك، خص تعطى لهم الجماهير، والجماهير هي اللي تعطي الحق لهذا، وهذا هو الحراك اللي تخلق على ارض الواقع في الميدان في الريف. ذاك التجمعات اللي كانت في الريف، اللي كانت في الساحه ديال الشهداء، وواحد المجموعه ديال الساحات، كانت كتجي الجماهير هي اللي كتعطي المصداقيه ديك النشطاء انهم يستمروا في ديك الطرق ديال العمل. اذا حنايا خصنا نرجعوا مع الاقل يكون تجمعات عامه في كل منطقه ولا في كل بلد ولا في كل مجموعه ديال النشطاء في كاينين، يعملوا تجمع عام، تجمعات عامه، ويقروا فيها باش يكون اللقاء. ماشي انا نختار اللقاء للناس ونقول لهم اذا ما جيتوش راكم انتم كتعاديو القضيه. عن استشرتي شكون انت من اجل باش تقول انا نعمل هذا اللقاء وبدون ما استشر مع الناس؟ اورا كما قلت ماشي مشكل، نمشيو لهذا اللقاء هذا اذا كان غادي يكون هذا اللقاء. شي كنهضر على راسي انني نمشي انا، وانما الناس اللي غيشاركوا غيكون لقاء ديال التشاور ديال النشطاء مع بعضهم لا اقل ولا اكثر، ماشي لقاء قلتها البارح في واحد الدردشه مع الشباب اللي كنا ماجيين من بايس باسكو لمدريد. قلتها في ذاك الكار، قلت انني انا كندعم الفكره، ولكن هذاك لقاء تشاوري فقط، ماشي ديال غادي يكون عنده الطابع ديال يقرر في شي حاجه. والقرار خص يجي من الجماهير، وكيفاش غيجي من الجماهير؟ هو التجمعات العامه. دار التجمعات العامه في كل منطقه منطقه، في كل مدينه مدينه، دار التجمعات العامه ويخرجوا بخلاصات، ويدار التجمعات العامه اذا كان ممكن مفتوحه للجماهير في الساحات اذا كان ممكن، واذا ما كانتش في القاعات اللي تضم الناس، ونفتحوا المجال لكاع الناس تشارك. هذا هو اللي غيعطي المصداقيه للقرار. القرار باش يجي يكون، باش يكون عندنا قرار جماعي، خص يجي من الجماهير، لان المساله ديال الحراك في الريف اللي كنا كنخرجوا وكنقولها كنعتز بها انني من الناس اللي شاركت وساهمت من اجل الخروج للبوادي للقرى للاسواق، من اجل باش يكون التواصل مع الساكنه، يكون التواصل مع الناس في المناطق في كاينين هما في الاسواق الى اخره، وكانت كتكون واحد المشاركه عظيمه، وهذاك هو اللي عطى المصداقيه وعطى واحد عطى كل شيء من اجل باش يبقى الحراك كما موجود لحد الساعه. ماشي نزل عليهم، وانما النشطاء مشاو كيحاولوا ديك القناعه ديالهم يمارسوها مع الجماهير في الاماكن فين كاين الجماهير، والجماهير كانت تتجاوب،
وعلاش ما نعملوهاش حتى هنايا؟ دار الاسامبليز، دار الحلقيات في الاماكن فيك الجماهير، وما يخافش الواحد يمشي عند الجماهير يهضر معاها، هضر يقول الجماهير شنو كيفاش شنو ممكن يدار، ونجمعوا الاقتراحات. هذا هو اللي غيعطي المصداقيه ديال اي قرار غادي نتخذوه، نرفعوا في السقف ولا نهبطوا في السقف، او لا اذا ما عندناش السقف نديروا السقف نسقفوه. انا كنظن باقي ما عندناش السقف، واش تعليه ولا ضبطوه هذا؟ ما يعني في الوقت اللي باقي عندنا واحد، عندنا حفره، عندنا احنا في الغار دابا، اللي خصنا هو كيفاش نفكروا مزيان انه فيه خصنا نسقفوا، من الكوراج، من العلو ديال اللي غادي نسقفوا عليه. يمكن انت في الطول ديالك جوج المترو غادي تسقف على جوج المترو، ولكن يقدر يجي شي واحد ما نعرف، او لا شي حد عنده ما نعرف شي حاجه اللي كتفوت ديك جوج المترو كتقصيه. اذا السقف ديالنا ولا السقف اللي غادي نختاروه خصو يكون جماهيري، يكون جماهيري اي حد كما كان النوع ديالو. داك السقف اللي غايدير خصو يكون كيتماشى مع الاقتراحات ومع المشاركه ديال الجماهير. هذاك الملف المطلبي اللي كيهضروا عليه، واللي واحد من مجموعه شي حد كيقول باللي هذاك صافي انتهى، شكون عطاك اخي الصلاحيات باش تقول انتهى؟ هذاك عطاته الجماهير، وانت شكون انت باش غادي تقول الجماهير؟ انت واحد من الجماهير، ولكن ماشي انت هو اللي غادي تقول انتهى. انتهى خصو يقولوه الجماهير. ملي يخرجوا المعتقلين من السجن والجماهير في الساحات ديال التحقق وديك الشيء، ساعه يقولوا غادي نرفعوا من السقف ولا غادي نبدلوا السقف ولا غادي نصلحوا السقف. المهم هو الجماهير هي كترجع لك تقترح. فانا كنقول، تقدر تقول انا كنقول، كنقترح انه يكون شي حاجه ماشي هي اللي فينا دابا، ولكن باش تقول انا عندي هذه القناعات هذه، انني غادي نلتزم بالمبادئ ديال الحراك الى حتى اخر لحظه في حياتي، لان الحراك يقدر يتطور ويصبح شي حاجه اللي اكثر منها غير ذاك الملف المطلبي، ولكن اعتمادا على القاعده، على الجماهير، الناس هما اللي غيحددوا، ماشي تجي واحد بنادم ولا جوج ولا عشرة ويحدوا ويقولوا الناس تبعونا ولا انتم خائنين. اذا انا كنقولها بشكل واضح انني مع اي لقاء يكون فيه الاستشاره، يكون فيه التشاور بالناس مع بعضها ديال النشطاء بشكل عام، وديال اي انسان من حقه يطرح وجهه النظر ديالو فيما يخص المساله ديال الحراك والتطور ديال الحراك. اما وحدين طرحين انه لا ما يمكنش يكون، لان الحراك جاء نتيجه حكى انه كما يقولوا دابا بعض الخطرات شي نشطاء. انا بعدا كنتعجب انه في الوقت اللي كانت العمل على ارض الميدان ما كانش عندهم كما يقولوا ما كانش عندهم القدره انهم يهبطوا يساهموا بحال اللي هبطوا واحد المجموعه من النشطاء. كنحييهم اللي هبط كامل وتواجد تما على ارض الواقع، كنحييه لانه نزل للارض باش يمارس ديك القناعات ديالو ويشوف الحقيقه مع الجماهير. ودابا حاليا هاد الجماهير هذا اللي كاينه في الشتات، كاين عاود الناس اللي هبطت لعندو عاود رائع، ولكن ماشي من اجل باش نقول لهم شنو خص دعم الجماهير. الجماهير خصها تقول لك ها فين تقدر انت كنوظفوك في هذا المجال هذا، كتتقن هذه المساله غنعطيوك هذه الامكانيه باش تقدر تكون اما كدعم هذه ولا كدير هذه ولا كدير اي حاجه اللي تقدر تتقنها ونفتخروا بك. اما تجي تقول للجماهير ها دابا صافي انا هو اللي كنعرف، انا هو اللي كنت الاول، انا هو اللي كنت دابا الهضره على شكون كان الاول. اذا غنبداو نهضروا على الاول غنبداو نخرجوا الحاله المدنيه كل واحد فينا ونشوفوا شكون فيه وخلق كل واحد فينا باش نعرفوا شكون اللي بدا قبل واللي تاخر باش يلتحق بهذه المعركه هذه. هذا البساطه في التفكير. حاولوا نرقاو وفي الاستشاره مع بعضنا انا اكيد غادي نرقاو. انا بالنسبه لي الحراك ما يمكن يرقى الا مع القواعد، مع الجماهير في الساحات وفي الميدان، العمل مع على ارض الميدان وبدون
بدون الوصاية. اقترحوا، كل واحد من حقه يقترح ولكن بدون وصاية. وكان كنتألم في الداخل ديالي أنني يقدر بنادم، فهمت، في هذه الحالة هذه أنه يشوف علاش كوصل بين الحالة ديال أنه بنادم يخرج هذا الغضب على بعضه. كنحس به غضب، أنا كنحس به غضب، ما كنحسش براسي أنني في واحد الحالة عادية، كنحس براسي أنني عندي الغضب حتى على ناسي اللي ممكن يشاركوني ويتقاسموا معايا. كنحس علاش؟ لأنه بعض الخطرات كاين واحد النوع ديال الاستبداد من طرفنا، اللي كاينين شي نشطاء كيقولوها وصحيحه، انه كاين واحد مجموعه ديال الناس اللي كيمارسوا الاستبداد على بعض، كنمارسوا الاستبداد على بعضنا، وهذاك الاستبداد هو تربيه المخزن، وخصنا نتخلصوا منهم، نتخلصوا من التربيه المخزنيه. نقولوا المخزن وحنايا غارقين في التفكير ديالو، في الطرق ديالو، في استعمال الاساليب ديالو. وكنقولوا المخزن هو يبدا ياخذ من راسه. واش هو كيتمخزن على الناس؟ واش هو كيستبد على الناس؟ واش هو كيعتبر راسه انه اكثر من الناس، عنده قدره انه يقول للناس ها شنو غديروا؟ غادي نقولوا مع بعضنا بطريقه ولا اخرى كيفاش نديروا، واذا اتفقنا هذاك هو اللي غادي يكون. اما ديروا ولا راكم اعداء القضيه، أنا كأعتبر هذا استبدال. كنتمنى أنه اللقاء ديال فرانكفورت يكون عنده هذا الروح، هذا السبيريتو، الروح ديالو تكون هو في الاستشارة. ويمكن يكون اللقاء اللي يكون فيه اللي يكون تقريري. أما اللقاء ديال فرانكفورت خص الاهتمام بطريقة ولا أخرى، بمشاركة مباشرة ولا غير مباشرة، خص الاهتمام. يمكن شي يتنكر لواحد المجهود، ولكن ديك المجهود خص يعرف راسو أنه ديك المجهود ما هو إلا مبادرة، وديك المبادرة خص يتبناها الجماهير. حنايا دابا إذا كان ذاك اللقاء غيكون لقاء تشاوري، وديك اللقاء التشاوري ما غيكونش فيه باللي خرجنا بهالطريقة ولا بهذه الطريقة. خرجنا بواحد مجموعة الأفكار، ديك الافكار كاقتراحات اللي غادي يتم بحال اللي دار في المساله ديال الملف الحقوقي، اللي هو الملف ديال الحراك. هذا الملف هذا جاء نتيجه للمشاركه ديال مجموعه من النشطاء، ولكن مع الجماهير تم النقاش معهم على اساس انه كيفاش يقدر يتم النقاش ديالو ويتم الاتفاق عليه، والناس تقول ايه بطبيعه الحال انها كتبنى ديك الملف هذاك. ولكن ماشي ها اللي خصكم تطلبوا به، حتى شي حد ما جا قال للجماهير ها اللي خصكم تطلبوا به، وكلف شهور، وهي المعركه على هذا الملف هذا. اللي المخزن درك انه ذاك الملف هذاك في الوقت اللي غيتطرح انه وحاربنا، اللي من اجل باش يجهض الفكره ديال انه الناس اذا تبنوا غادي المخزن غادي صعب عليه انه ينفذ ديك الشيء، وغادي يكون النتائج ديالو. هما دركوا انه الملف هو شي حاجه راقيه، لان شي منهم كيعتبروا انه الملف هذاك ديال الحقوقي ولا المطلبي، هذاك الملف انه شي حاجه بسيطه غلط. ممكن يكون ببساطه في انك تبنى الكفاح المسلح، وتقول انا غنتبنى الكفاح المسلح وغادي نمشي نحارب وكذا. ويمكن يكون واحد المجموعه ديال القضايا ديال الشعوب اللي تبنوا الكفاح المسلح، وفي نهايه المطاف ما عطاتش النتائج. خص تسلح بالافكار، ماشي تسلح بكلاشينكوف على الظهر ديالك. تسلح بالافكار، وباش نتسلحوا حتى اذا جات تفرضت علينا انه العدو اذا كان كيقتل فيك خصك تواجهه، يكون عندك واضح العدو شكون هو، ماشي تقتل في اللي في الجنب ديالك. اذا الكفاح ديالنا خصو يكون مبني على 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 نتسلحوا بالمعلومات، نتسلحوا بالمعرفه، يكون عندنا معرفه، ونحاولوا نرتبطوا بالقضايا ديال التجارب ديال الشعوب. كاين واحد المجموعه ديال التجارب في العالم خصنا نطلعوا عليها، وهذيك الاطلاع هو اللي غادي يخلينا اننا كيفاش
ماشي غادي نترجموها ولا غادي نطبقوها حرفيا على الواقع ديالنا كما قلت، وانما التجارب ديال الشعوب، كما الشعوب استفدت من التجربه ديال الشعب الريفي، حنا خصنا نستافدوا من تجارب الشعوب. اذا كاين واحد المرحله اللي هي جديده اللي ما خصناش نفلتوها، هو التجربه مثلا ديال واحد المجموعه ديال الدول في امريكا اللاتينيه اللي كانت في واحد الوقت حامله السلاح وتخلت على السلاح ومشات كتفكر بطرق ديال الجماهير الشعبيه انها تنخرط في العمليه ديال التحول الديمقراطي، وحاليا خرجت من حتى الازمات بدات تخرج منها. اذا هذه الطرق هذه هي السلاح الحقيقي ديال الجماهير. انا كنامن بالجماهير انها تسلح معرفيا، ماشي تسلح غير كما قلت اللي كيمارسوا علينا القتل. خصنا كيفاش نتسلحوا بالتفكير، وكما قلت كيفاش نتسلحوا بالتفكير وبالمعلومات وبالمعرفة بالنقاشات مع بعضنا، بالاعتراف المتبادل من جميع الأطراف، وكل شيء عنده موقع في الساحة. اللهم الأعداء لا، أنا ما غادي نستفد والو من المخزن، المخزن شغال نستفد منه، ولكن من الناس اللي كيختلفوا معايا ولكن العدو ديالهم في حالي هو المخزن، أو لا كيعتبروا أنه اللي كينهبهم ولا هذاك هو اللي خص القضاء عليه، هذاك ما عنديش مشكلة نستفد منه ونتحالف معاه، وهذه معروفة في التاريخ ديال الإنسانية، التحالفات ضروري خص تكون، لا ما بين الناس ولا ما بين الطبقات ولا ما بين المجتمعات، التحالفات خص تكون، وهذه هي اللي غادي يقدر يجعلنا نكونوا قويين، ماشي الإقصاء، هذاك يقصي هذا. وكل شيء كيبغي يفتخر براسه انه هو السباق وهو اللي عنده الحقيقه المطلقه، ما كاينش حقيقه مطلقه حتى عند شي حد. اللهم ماشي شي قدره خارقه للعاده، اما الانسان الشيء اللي كنشوفه انه كل شيء كيخضع للتجارب، نجربه التفكير ديالنا نعملوه على ارض الواقع ونمارسه مع الجماهير ونمارسه مع بعضنا ونقتنعوا باننا بالممارسه غادي نقدروا نعرفوا واش ديك التفكير ديالنا غيكون عنده مردود ولا لا. فهذا الاتجاه هذا خص يمشي، كنشوف انا يكون اللقاء التشاوري ديال فرانكفورت، يكون لقاء تشاوري على اساس اننا نبنيو في المستقبل شي علاقه مع الجماهير ديال الثقه، كما ثقت الجماهير في التجربه ديال الحراك على ارض الميدان في الريف، خصها تثق في الشتات وحتى الجماهير في الداخل انها كتنتظر من هاد الناس اللي كاينين في الشتات انهم يرقاو المستوى ديال انه ما يبقاش غير كيخونوا بعضهم، ما يبقاوش غير كيستهلكوا الهضره بحال اللي كندير دابا هنا، راه بعض الخطرات يمكن يكون يقول لك هذا راه فهمتي بلا 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 بلا، باش ما يبقاش الانسان كيعيش بلا 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 بلا، خصنا التفكير هذا نعملوه على ارض الواقع. انا كنزيد ناكدها، ماشي جيت من بلا بلا بلا، جيت من انطلاقا من الممارسه في الميدان، كنقولها وكنفتخر بها انه الممارسه في الميدان هي اللي كتعطي الحق للانسان، انه ذاك الطرق اللي ممكن انه الواحد يفتخر بها كنخليوها لشي ناس اخرين، احنا خصنا نفتخروا بالانجازات ديال الميدان ماشي ديال الهضره. هي سهل نهضر ولا نكتب، واحد مجموعه ديال الناس، واحد بالعاد الكتابات واحد بالعاد كذا، ولكن هي سهله زعما تبقى كتنظم في الجمال وترتب في الجمال وكذا، ولكن واش ديك الجمال وديك التفكير اللي تما واش حاولتي تمارسو على ارض الواقع؟ وهذه التجارب كاينه في الحياه، انا انطلاقا من التجربه ديالي اللي علمتني التجربه اكثر من شي حاجه اخرى، هو انني مع الجماهير اللي كنت نتلاقى مع الجماهير عاد كنعرف راسي ان هذاك الشيء اللي كنت في الدماغ ديالي واش عنده مكان في العقل ديال الناس ولا غير انا كنحلم. اذا اللقاء ديال فرانكفورت ممكن يكون على هذا الشرط، الشرط هو انه يكون تكون ديال التشاور، استشروا
النشطاء مع بعضهم، يتبادلوا هذه، يخليهم ذاك البلعه ديال التخوين ديال هذه. هذا هو اكبر انجاز اللي يقدروا يعملوه، اكبر انجاز اللي ممكن يدار هو انهم الناس يشوفوهم باللي قادرين يقدروا يتحملوا المسؤوليه ديال ديك الساعه. ذاك الاقتراحات غتتم على الجماهير، غادي نقولها بشكل هيدا ديال تقريبا بحال لغات الخشيبات. الخطوه الاولى لقاء ممتاز، ذاك النقاش ديال ذاك النقاش ديال هذاك اللقاء يكون الغايه منه هو الاستشاره ماشي القرارات، ماشي من اجل باش نقولوا للجماهير ها شنو خص الدار، هي استشاره من اجل ناخذوا واحد المجموعه ديال الاقتراحات ونقترحها على الجماهير. شكون هي الجماهير؟ غادي نشوفوا النشطاء ديال الحراك اللي كاينين في كل بلد، بلد من الدول الاوروبيه كامله، كل النشطاء اللي كاين في كل موقع يستدعيوا الجماهير اللي كاينه في فين كيسكنوا ويعملوا الاسامبلياس اللي هي التجمعات العامه. الاسامبلياس هي التجمعات العامه اللي معروفه حتى في التاريخ ديالنا، اننا جدودنا وديك الشيء كانوا كيعملوا الجلسات اللي هي على شكل اقراو. هاد الجلسات هذه كيكون فيها كيناقشوا فيها اللي كاين اللي عنده موقع، كل واحد موقعه، كاين اللي يقدر يكون عنده موقع ديال انسان مكون مزيان، عنده معرفه يقدر يفيد الناس وكذا الى اخره، كاين اللي عملي اللي ميداني الى اخره. كل هاد النشطاء غادي يتلاقاو مع بعضهم ويطرحوا على الجماهير في هاد الاسامبلياس هذه ها الفكره شنو ظهر لكم، واش متفقين عليها ولا ماشي متفقين. وهذا هو اللي غيعطينا المصداقيه، وهذا هو الديمقراطيه المباشره. اذا كنا غادي اما نجيو ونعملوا الدكه كاين بطرق اخرى، نخلق انا الدكان بواحد الطريقه ونملي على الناس شنو خصهم يديروا، انا بالنسبه لي ماشي هذا هو اللي غادي يحافظ على السير ديال الحراك ويرقى الحراك في اوروبا لمستوى الحراك اللي كان في الريف. انا هذا هو الطريقه اللي كنشوف بها الحراك كيفاش خص يكون، ما يكونش بالطريقه ديال انه يكون فوقي. النشطاء من حقهم انهم يجتهدوا ويعملوا الملتقيات ديالهم، ولكن في نهايه المطاف الجماهير هي اللي خصها تعطي. والجماهير اللي كنقول الجماهير ماشي كما قالوا شي ناس كيهضروا على الشعبويه، كنهضروا على الجماهير، الناس تفتح لهم المجال يجيو ويحضروا في تجمعات عامه وهما يسمعوا الاقتراحات. انا اكيد باللي واحد المجموعه الناس غيعجبهم الحال انهم يشاركوا ويعجبهم يفتخروا في المستقبل، بحال اللي كيفتخر واحد العدد كبير ديال الجماهير الشعبيه في الريف انها شاركت في التظاهرات، شاركت في ذاك النقاشات، شاركت في ذاك القرارات اللي كانت كتكون بشكل مباشر مع الجماهير. حتى المساله القسم، اذا نرجعوا للقسم، كاين حويجات، كاين الناس اللي كانوا ما متفقينش على القسم، ونقدر نقول انا في بكل صدق انني كنت من الناس في الاول اللي ما متفقش على القسم، كنت كنقول خص يكون وثيقه شرف، ولكن من بعد شفت على ارض الميدان الناس الجماهير اقتنعت بانه يكون القسم، وتما اقتنعت بانني انه ذاك القسم هو جماهيري واللي كيعادي الجماهير غادي يعادي ذاك القسم. اذا باش ما تعاديش الجماهير خصك تخضع للامر الواقع اللي هو القسم. القسم كان في محله للجماهير لحد الساعه، كاين اللي كي عنده الذنب كيحس بالذنب انه كان حاضر في ديك اللقاءات اللي هي جماهيريه كبيره اللي فيها ترفع هذا القسم ديال الجماهير بالشكل ديالو الراقي، علاش لا؟ اذا اي فكره خصها تجي من الجماهير، ماشي جيبها للجماهير ولكن الجماهير تقبلها وتقول لك واخا مزيان نستمروا بهالطريقه هذه. اما تجي تقول لها ها شنو غادي تعمل، يمكن تقول لك ايه وتمشي وما ترجعش. اذا من هنايا هذا الحراك هذا واش بغيناه يكون الحراك جماهيري ولا بغينا الحراك عاود ديال الدكاكين، شي دكان جديد بغينا نخلقه؟ انا ما باغيش الدكاكين وما غنعملش في الدكاكين. والدكاكين انا كما قلت النشطاء ديالها من حقهم يكونوا في الدكاكين ولا هذاك شغلهم، ولكن في الحراك خص يكون كيلتزم بالعمل الجماهيري، بالعمل ديال المشاركه الجماعيه في اسامبلياس ديال الجماهير في اماكن عموميه، اماكن مفتوحه للجميع. ونزيد ناكد عليها واحد المساله واضحه تبقى واضحه، هو هذا العمل ديال
الجماهير في الساحات وفي ذاك التجمعات العامه اللي كانت كدار في الحسيمه بحال النموذج ديال ميرامار، وبعض المواقع اخرى في المدن اخرى الصغيره في الريف كامل كانت كدار بموازاه مع المباشر. اذا دار هذا اللقاء هذا ديال فرانكفورت يدار بالمباشر باش الناس كامله الجماهير كامله تشوفوا، الجماهير كامله تشارك ذاك النشطاء اش كيناقشوا، وديك المباشر هو اللي غيعطي المصداقيه للجماهير انها بحال اللي كديروا المسيره والناس كيعجبهم الحال وكيشوفوا كيقولوا هذه مسيره بصح ماشي غير الهضره ماشي شي مجموعه صغيره، ها الجماهير كتبان وداك الحقيقه كتبان وكيجي الناس كيلتحموا عليها وكيفتخروا بداك ديك الانجاز هذاك. وهذه المساله ديال اللقاء يكون بشكل تحياتي لكل الناس اللي كيحيوني، ما كنركزش على المساله ديال الشيء اللي كيتكتب، وانما كنضيع انا بعض الناس اللي ما قدرنا نركزش نقرا ونهضر في نفس الوقت، كنهضر كنقول الفكره اللي عندي، وكنتمنى ان هذه الفكره هذه يتجاوب مع الخوت، هذا هو الغايه منها، انه باش بنادم ما يبانش انه ما عندوش ما كتحملش مسؤوليه، نتحمل المسؤوليه، كل واحد فينا يتحمل المسؤوليه، فلهذا المسؤوليه انا كنشوفها انطلاقا من هذا التعبير على ارائنا، كاين اللي كيقدر يعبر بطرق ديال لغويه كتابة كما قلت قبل بالأغنية باش تشوفوا ما هو رائع في الإنسان هو الشباب في الولايات المتحدة اللي بحال نيويورك اللي هي المهد ديال الراب، ذاك الشباب كان اختلقوا الراب من أجل باش يعبروا به، فيه عامر بالكلمات اللي فيها كيعكس المعاناة ديالهم، ف اخترت انا ندير اللايف من اجل باش نتواصل مع الخوت اللي كيسمعوني، من اجل باش نتواصلوا والفكره توصل لكل واحد فينا، توصل له الفكره. اللي قادر يكتب رائع، اللي قادر يعملها عن طريق شي عمل شي انجاز ما نعرف سينمائي غيكون اروع، اي لان الحراك محتاج المشاركة الجامعة. أنا كنقولها انطلاقا من هذا المباشر، كنقول الفكرة ديالي أنك صعاب عليا أنني نكتب صفحة ولا جد الصفحات ونعملها بالشكل اللي يمكن نهضر ساعة جوج ساعات المكانة من أجل باش تاخذ منها يمكن 10 ولا 15 الكلمات، ماشي ضروري كاع الشيء اللي تقال غادي تسمعوا ولا غادي تسمعني كاع الفترة اللي كنهضر فيها، وإنما غير هاد الامكانيه هذه كنوظفوها او لا خصنا نوظفوها من اجل باش نتواصلوا مع بعضنا. انا الهم ديالي هو انه الحراك يرقى، هذا هو الانشغال ديالي، هو ان الحراك ما يبقاش في مختصر على شي نماذج اللي بعض الخطرات حتى كنسمع، انا البارح كنسمع في التظاهره كنسمع ايوا شي منهم في اللايف حتى كيجيبوا لك يعملوا لي الحراك بالراس، يمكن نكون انا منهم، ولكن اللي كاين هو انه هذا الحراك هذا المباشر هذا خصو يتعدد، العكس انا من الناس اللي كنقول خصو يتعدد، الناس يعبروا على الاراء ديالهم واخا يسمعوه غير 10 ولا 15 الناس ولا 20 احسن ما يبقى غير في دماغه وما قادرش يعبر عليه، كاين هذه الامكانيه نعبروا كل شيء يعبر على ارائه. انا اكيد ولا واحد المجموعه ديال الناس يمكن يخرج دابا ولكن واحد الوقت يكون ترانكيل غادي يرجع ويقول انا نشوف هذا بنادم هذا شكون كيقول وغادي يسمع يمكن يسمع شي 10 دقائق وكذا، انا كيهمني غير ديك 10 دقائق اذا سمعوا ولا 5 دقائق ولا كاع دقيقه، المهم كيهمني هو التواصل 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 مع بعضنا، ويكون فيه الصدق يكون فيه الامانه يكون فيه الرغبه في البناء ماشي في التهديم، كيفاش نهدموا بعضنا. انا كنقول ان المساله ديال الحراك نقولوا ما كانش المساهمات ديال الناس بطرق متعدده ما كانش يوصل الحراك اللي وصل له، منهم كيشوفوا غير بعض الاشخاص ما كيعرفوش مراد في الاشخاص، ناصر ك ك ك ك ك كرمز ديال الحراك كانسان اللي كان
واحد العديد ديال الملتقيات الثقافيه تكون حاضر رياضيه. اذا داك الشيء خص يعملوا كاع النشطاء، ماشي لان حذاري من التقديس ديال الاشخاص. حنايا كنقولوا لا للقداسه مع الناس كاملين. اذا انا كيهمني ذاك الشخص، ولكن ماشي من اجل باش نقدسو، من اجل باش نحاول نستفد منه ديك التجارب اللي استعمل هو، وديك الطرق ديك الخطوات اللي خطا هو كيفاش نعملها ونوظفها في حياتي من اجل باش نتواصل مع الناس بحال اللي تواصل هو. هذا هو الانسان الراقي، ماشي انك تبدا كتعبد الناس لان هذاك نعملوا الشغل اللي كيعمل المخزن. محمد الخامس ظهر في القمر لانه انت انسان عادي ما ظهرش في القمر، اذا خصك تعلو وخصك تبوس له يده. هذه هي الكذبه، هذه هي الحيله العباد. اذا هذه الثقافه هذه هي اللي كنسميوها ثقافه المخزن. اذا حنا عندنا الرموز ديالنا اللي كنقولوا مولاي محمد، ماشي من اجل باش نخلقوا منه واحد 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 الصنم نعبدوه، من اجل باش نطبقوا ديك الافكار ديالو ديك الطرق اللي هو اجتهد بها نعملوها في حياتنا. هذا ويفرح، هو يفرح، انا اكيد غادي يفرح كما يفرح تناصر، كما يفرح اي انسان مبدع، لان الناس اللي كتكون مبدعه ما كيفرحوش ان تحول انت العبد ديالهم، كيفرحوا في الوقت اللي انت كتقدر تطور ديك الفكره ديالهم. هذيك الفكره اللي عنده هو خصك تطورها، كيفاش تطورها؟ هو ماشي تعبدو، ماشي تبدا تقدسو، ماشي تبدا تقول ولا ما يكونش هو ما غنكونش انا. هذا الشغل بالالوهيه. ندم جاب فكره خصك تعرف كيفاش علاش جابها. ناصر مع من كنت كيتعامل؟ كيتعامل مع الجماهير الشعبيه، كيفاش كنت كيتعامل معها؟ وهذا هو اللي خص الواحد يشوفه ويستنطقه مزيان، لانه هو كان في الوقت اللي كيتحرك وكذا كيتحرك مع واحد المجموعه ديال النشطاء، ديك النشطاء مبدعين حتى هما وكيستافد منهم، ماشي كيمشي يقول لهم كيفاش تعملوا المسرحيه، باش يعرف شنو المسرحيه، شنو الخطاب ديالها، وكيفاش يقدر يستافد منها باش يوظفوا في مسيره ولا في خطاب معين. هذا هو التفكير الخلاق، هو انه كيشوف واحد المقابله الكره والجماهير كيفاش كتفاعل مع ذاك التشجيع ديالها لذاك الفريق، وكيحاول يوظف ذاك، كيمشي للسوق وكيسخر من الناس ويتهاود مع البائعين في السوق، وكيستافد من ذاك الناس اللي بسطاء اللي كيبيع ولكن بطرق فنيه، ما عنده لا شركه الاعلام ولا ديال الدعايه لا والو، عنده غير اللسان ديالو واحد السلعه كيبيعها وكيعرف يتجاوب مع الناس. وهذاك خصك انت تشوفه كيفاش كيتعامل مع الناس وكتاخذ منه وكنمشي كنوظفه في العمل النضالي اللي هو العمل الجماهيري اللي كيحتاج منا اننا نكونوا ناس عندنا قدرات من اجل باش نتواصلوا مع الجماهير. هذا هو الفكره، ماشي محاربه ديال الاشخاص، ماشي من اجل باش نقولوا لا ماشي غير هو ولا ماشي غير هي، باش نقولوا باللي كل شيء كاملين بينا، كل الجماهير من حقها تبدع، كل الناس. اذا كان تصوروا غادي نعملوا مسابقه، اذا سبقوا غيتسابقوا الناس مع بعضهم، غيتسابقوا جوج الناس، غيتسابقوا ألف د الناس كاينين، باش غادي نعرفوا بلي ديك ألف د الناس هما أقل درجة من هادوك الجوج. خصنا نعطيوهم الفرصة كاملين يشاركوا في ذاك المسابقة، وإذا عملوا المسابقة ديك الساعة يقدروا يكونوا يدخلوا الأول والثاني، عاد غنقولوا هذا الأول وهذا الثاني، ولكن تسابقوا غير جوج، وحين غيدخل واحد حيت غيدخل الثاني وصافي. إذن هنايا شنو كان باغيين؟ حنا باغيين المساهمة والمشاركة للجميع، باش ني غنقولوا ني غيكون عندنا واحد الحكم، يكون ديك الحكم ديك الحكم فيه واحد النوع من الواقعية، يكون واقعي، يكون كيترجم الواقع ديال الناس، أنه كانت المشاركة ديال الناس إلى آخره، وها كيفاش دارت وها كيفاش عملت وخرجنا بهذا النتائج هذه. وهذا في الحياة كاملة خصنا نكونوا كنعملوا بهذه الطرق هذه. كنظن أنا بهذا القدر هذا غادي نحاول نكتفي، قلت ما فيه الكفاية كنظن، يمكن كنكرر بعض الحاجات.
ولكن نرجع لجوج ديال المسائل اللي هضرت عليها، اللي هي المسيرة ديال البارح كانت مسيرة ناجحة، شاركت فيها الجماهير، وكان القرار ديال الجماهير ديال أنها تعطي للمخزن من الدرجة الأولى ضربة جديدة، ديال أنه الحراك مازال مستمر والحراك بدا كيقرب للدار ديالها، كيقرب لعندها. حراك بدا في تجمع كبير ديال المواطنين اللي من الأصل الريفي، اللي هي هولندا، بلجيك، ألمانيا. بدا من تما لأن الناس عندها إمكانيات كتار، لأن الناس عندها واحد الوضع كيختلف على هذا المكان اللي هو مدريد، ولا يقدر يكون برشلونة، يقدر. ولكن دابا حاليا اللي كنشوفوه هو ماشي بزاف، هذه كانت تظاهره في برشلونه، ودابا حاليا دابا وصلت لمدريد، وغادي توصل الاندلسيه، وغادي تقرب من الدار ديالنا، غنقربوا للدار ديالنا، وغنقولوا للمخزن من جديد عاود الحراك غيستمر على ارض الواقع. الحراك غيستمر على ارض الواقع، والحراك خصو يستمر ويفرض راسو على ارض الواقع في بلادنا. وكنتمنى انه في المستقبل تكون التظاهرات في الحسيمه وفي بشكل ديالها اللي كان، وفي المدن اخرى اللي بحال طنجة، تطوان، العرايش، يوصل لتازة، يوصل للفاس، يوصل للوجدة، للبركان، كاع المدن خصها تتحرك. ولكن انا اكيد بدا كيقرب الحراك، بدا كيقرب من دارنا، غادي نرجعوا. وكنتمنى هذاك الحراك، كاين واحد مجموعه ديال المواقع اللي بدات الحراك ديالهم يكبر حتى هو، اللي الشيء اللي دار في تازه، اللي دار في جراده، داك الحراك يزيد يستمر، لان الحراك ديال الريف بوحدو باين انه شنو الهدف منه، هو انه كيفاش الانسان يعيش بكرامه. وهذه الكرامه هذه ماشي باغي خصنا غير لنا حنايا، خصنا الكرامه تعمم على جميع الشعوب، وعلى الشعوب اللي كتعاني مع هذا المخزن، مع هذا الارهاب ديالها المافيا، كل شيء يتحرك. ولكن حنايا من الدرجه الاولى اننا على العاتق ديالنا اننا نزرعوا من جديد الامل انه يرجع الحراك لهذه، ونطلقوا الهدف منه هو اطلاق سراح جميع المعتقلين ديالنا. الاعتقال والنهايه ديالو، متابعه النهايه ديالها، والمحاكمه ديال الناس اللي مورطين في واحد العمل اللي هو اجرامي، اللي بحال داك عصام الخبيط خصو يتحاكم في مكان، خصو يتحاكم. داك المسؤولين في وزاره الداخليه كاملين خصهم يتم عليهم البحث والتقديم ديالهم للخصوصيه. اذا ما كانش على ارض الواقع غادي خص يدار هذا الشيء من خلال واحد المجموعه ديال النشطاء اللي كاينين وعندهم كفاءه، اللي كاينين في الشتات، خصهم يقدموا دعوات على، لان هذا الشخص هذا بحال عصام اللي وصل، عصام واضح شنو الشيء اللي دار في الحسيمه مدينه وفي الاقليم كامل، اللي عطاه هو اللي عطى الاذن، ديك الخبيط ديال عطاهم، اللي هو اللي عطاهم الحق في انهم يتصرفوا وسجعهم، هو اللي عطاهم الدعم، وعيط حتى على الناس اللي غادي يساعدوهم، داك الجوج ديال القياد، ديال القايد ديال بني جميل والقايد ديال بني وفراح، اللي خرجوا كيقولوا للناس اللي يدوز من هذه الجهه هو هذاك، واللي ما غايدوش غادي ندير مو. معناه هاد الناس هادو خص تقدم ديالهم للمحاكم، خص هادو ما كاينش التسامح معاهم نهائيا، كما قال عز احمد ما غنتسامحوش مع التسامح، خصهم يتقدموا للمحاكم، وخصهم يتبع عليهم البحث. اذا خرجوا من الدوله اللي كينتميوا ليها، خص يتم القبض عليهم، كما وقع مع شخصيات كبيره، بينوتشيت، وتعرض الاعتقال في انجلترا، في عند الانجليز، تم انطلاقا من مرافعات دارت عليه من طرف
محامون في اسبانيا اللي كانوا كيشوفوا انه ضروري خص المتابعه ديال بينوتشيت لانه عمل جرائم ضد الانسانيه. هاد الناس هادو عملوا جرائم ضد الانسانيه ما غنسامحوش معاهم، خص الادانه ديالهم وخص التعريف بهم. الصور ديالهم كما كنخرجوا الصور، لان البارح لاحظتها كنخرجوا الصور ديال المعتقلين ديالنا، وخصنا نخرجوا حتى الصور ديال المجرمين. الصور ديال المجرمين خصنا نخرجوهم، كاملين المجرمين اللي ارتكبوا الجرائم كامله خصها تخرج. نعملوا الصور ديال هذا الخبيط هذا ونعملوا عليه السميه ديالو وشنو هو وشنو الجرائم اللي ارتكب من اجل غدا وبعده. راه واحد المجموعه ديال الناس والصحافه وديك الشيء اللي كيلتقطوا الاخبار وديك الشيء يبقى عندهم مسجل باش يعرفوا ان هذا السيد هذا خص يكون يتعرض للتوقيف والاعتقال لانه من الجرائم ضد الانسانيه، لانه هو اللي ساهم باش قتلوا انطلاقا من محسن فكري الله يرحمه. هو من الناس اللي مسؤولين على القتل ديال محسن، لانه هو انسان اللي اكثر منه الرتبه اللي عنده، انسان خادم الخبث، خادم شي سيد عنده يمكن بحال والو انه اللي كيعطيه التعليمات هو الهمه. هاد الناس هادو خصهم يتحاكموا وخصنا نعملوا الصور ديالهم ونعملوا الصور ديالهم في عملوا دعايه دابا منطلقوا من انطلاقا من دابا. انا كنفكر انه نعملوا حمله على الصور ديال المجرمين اللي عندهم علاقه بهذا الحراك هذا واللي رهبوا الحراك، ما فيهم ديك القايد ديال بني فرح، القايد ديال بني جميل، ديك الخبيث اللي مشى بديك الهليكوبتر للطلرواق كيهدد في الناس بالهليكوبتر يرعبهم على الارض ديالهم، داك المجرمين اللي مشاو لمزورن وكيرهبوا الشباب تما بالاعتقالات وبالمداهمات ديال الديار في بني بوعياش، في واحد العديد ديال الاماكن في جهه بن طيب الى اخره، واحد مجموعه المواقع اللي تم فيهم الاختراقات اللي عملوا فيها الظلم اللي كيستحق اننا نعدلوا الصور ديالهم، نبحثوا على الصور ديالهم ونعملوا عليهم شكون هما والمطالبه بالاعتقال ديالهم في حاله اذا كانوا متواجدين في اوروبا. واحد العديد منهم كيخرج لاوروبا وكيرجع بلا ما حتى حد ما كي وبحصانه وكذا الى اخره. هاد الناس هادو خص البحث عليهم. انا قلت بينوتشيت كان عنده حصانه قد الخلا وفي نهايه المطاف تم الاعتقال ديالو عند الانجليز. اذا من هنايا باش حنايا نبقاو كنهتموا ببعضنا، عندنا واحد المجموعه ديال القضايا باش نهتموا بها، نبقاو ماشي نهتموا مع بعضنا، نتهجموا على بعضنا. انا كنقول هذه المساله هذه ديال الحراك خصها درقه، خصها درقه، ما بقاش في المستوى ديالها اللي كاين دابا، هو واحد المستوى متدني في 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 في, في, في الشتات، واحد المستوى اللي هو ضعيف. الجماهير كتجاوب ولكن النشطاء ما كتقدرش تجاوب. الجماهير جاوبت البارح، الجماهير جاوبت في المسيرة قد الخلا، ولكن الجماهير اللي كتجي كتقول لك أنا مع الفعل على أرض الميدان، ولكن ماشي مع الناس اللي كيشوهونا في الهضرة وفي الطرق اللي كيقسموا فينا. وأنا قلت الطرق تقسيم متعدد وحذاري. كنقول هذه النشطاء حذاري من هاد الناس هادو اللي كيعملوا اساليب ديال المخزن، لا للتقسيم بين الشعب الريفي، لا ابدا، لا لا ما يتم لا استعمال ديال شي جهه على اخرى ولا ميز ديال شي جهه على اخرى. كل شيء الشعب الريفي عنده محنه وحده وعنده نفس الظروف، عنده نفس القهره. وانا كنقول 75% ديال المواطنين ديال طنجة وتطوان انا اكيد منهم باللي اصول ديالهم ريفيه، وكنقولها بالطرق هذه باش يجي الواحد يقول لي ولا هادوك تما وهادوك راه ولاو عياشه. كيقول لك هادوك ولاو عياشه، ظروف ديال 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 الشعب ما قدرش يتعرف فيه وقت تقدر تنفجر في اي لحظه، تقدر تنفجر. إذا المعركة ديالنا هي معركة ويلا، خصنا نشوفو مزيان اش كنديرو، نحاولو نطورو في الأساليب التعامل ديالنا مع بعضنا من أجل مواجهة العدو. هذا هو اللي نقدر ننتهي به، هو طورو العلاقة ديالنا مع بعضنا كل احترام
كنت قدير وما يكونش داك البلعه ديال نقولها بلغه عاديه ديال اللعبات، كلشي اللعبات يكون الوضوح، يكون الشفافيه، يكون الصدق، كل ايمان بالقضيه. القضيه الريفيه هو ايمان اكثر منه غير مصلحه، ايمان ديالنا باننا احنا شعب ريفي عندنا حق من حقنا النهار اللي غادي نتحرر هذا الريف هذا من القبضه ديال المخزن. وانا كنقولها عمري خدعتها، انا اياه كنقول انه هذا المخزن هذا خصو يرحال وخصني نفاصل عليه، خصني نفاصل على المخزن بجميع الطرق، وما كرهتش من غدا، ولكن لحدود الساعه الامكانيات اللي قدامنا هو الفعل اللي كنديره دابا، هو ملف حقوقي ديال الجماهير اللي طرحاته والمعتقلين ديالنا اطلاق السراح ديالهم، ومعاهم يمكن يكون حتى الحوار على هذا الملف هذا اللي هو كنظن انا ما كيحتاجش للحوار، كيحتاج للتطبيق، ولكن في نهايه المطاف كنلقى الكلمه الاخيره للجماهير، هي تشوف شنو غادي يوقع مع هذا الاعتقال هذا، هو الاعتقال القضاء على هذا الاستبداد انطلاقا من نهار ديال صراح كل المعتقلين ديال الحراك الشعبي الريفي. تحياتي، كنتمنى هذا الكلام اللي قلت ما يكون جرح حتى شي واحد، وما يكونش ما يتاخذ حتى شي واحد هو صراع ديال شخصي، قادر هو صراع في التفكير، كنختلفوا في التفكير، كنختلفوا في المعلومات، كنختلفوا في واحد مجموعة هاد الحوايج، كان كيخص ضروري نقولها بهذه الطريقة هذه. يمكن كل خطرة كيفاش بنادم يقدر يقول الحوايج، ولكن دابا اليوم أنا قلتها بهذه الطريقة هذه، أنني كنتقاسم كل شيء انطلاقا ما هو أساسي هو الحوار. الحوار هو الأساس، على أساس ننتقلوا للمرحلة اللي هي ديال التطبيق، ولكن الحوار مع بعضنا خصو يكون القاعدة ديالو هو الإيمان، كل واحد يؤمن بديك الروح ديال الاعتراف بالآخر، وما ينفخش في راسه، وما يعملش الأستاذية على بعضه، وما يعملش واحد البلعة ديال الشروط من أجل باش الناس يتواجدوا معاه. كما يقولوا غنرجع نقولها كما علمونا الوالدين ديالنا، من تواضع لله رفعه، معناه بنادم يتواضع يرفعوا الناس، يرفعوا من الشأن ديالو اذا كان التواضع. اما بنادم كينفخ في راسو، انا كيبان لي ما غيكون غير كيخدم الطرف الاخر كما قلت، الطرف ديال العدو ديال الجماهير، ماشي القضيه ديال الجماهير، غيخدم الاعداء، لان التقسيم ديالنا كنضعفوا، التقسيم ديالنا والتقزيم ديالنا كنضعفوا بعضنا، اذا باش ما نضعفوش خصنا نزيدوا نساهموا في الوحده. ديك فوز كفوز تكون على ارض الواقع، ماشي تكون الهضره وصافي، تكون على ارض الواقع، كيفاش نعملوا يد في يد الصح ونقتنعوا بانه مشروعنا مشروع جماعي، ماشي مشروع ديال فرد ولا ديال شي مجموعه على اخرى عندها امتيازات على اخرى. تحياتي الى اقرب وقت ممكن ديال التواصل، وكل ما كان تواصل جماهيري احسن. كنتمنى تكون شي لقاء جماهيري في اقرب وقت، شي اسامبليه، شي تجمع ديال النشطاء ديال ابناء الشعب من اجل نقاش هذه القضايا اللي كدور مع الجماهير. تحياتي الى اللقاء، وكنحيي جميع الشرفاء وعلى راسهم المناضلين ديالنا اللي كاينين، الشرفاء اللي كيبداو من داك النشطاء اللي كانوا في الحراك ودابا حاليا في السجون، جميع المواقع ديال السجون المغربيه، سجون العار، على راسهم اللي كاينين في عكاشه وكتطبخ ضدهم واحد بلعه اتهامات من اجل التقبير ديالهم، باغيين يقتلوا، باغيين يدفنوهم وهم حيين. اذا انا كنطالب اننا نكونوا في المستوى ديال هاد الناس هادو بالضبط. اذا كنحييهم وأشد على أيديهم كل افتخار وكل عز أنني كنتمي لهم وانتمي لهم، وباقي غادي ندافع على هذا الروح، هذا السبيريت، وهذا الروح اللي عندهم، اللي كان فيهم، اللي مازال فيهم صامدين وكيقاوموا من داخل السجون ديال العار، من صغيرهم إلى كبيرهم،
من أبسطهم إلى اللي أكثر معرفة، كلهم في نفس المستوى، كلهم من أجل واحد الحاجة، هو الريف الحبيب.